ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من ملعب الأهلي، يسبق طبعا لقاء القمة واللقاء المنتظر واللقاء النهائي في دوري أبطال إفريقيا والبطولة المنتظرة والأهم والأقوى في أفريقيا بالتأكيد هو دوري أبطال إفريقيا مع أقوى فرقتين في القارة الإفريقية خلال مش السنة دي بس، الموسم 18-19 أو 17-18 في العشر سنين الأخيرة الأهلي والترجي هم أقوى فرقتين موجودين على الساحة الإفريقية بالتأكيد، يعني كل الأرقام بتشير لكده وكل الأرقام بتدي دلالة للأهلي والترجي كأقوى فرقتين على الساحة الإفريقية. اعذروني النهارده لو المود مش في الحاله المظبوطه او الامور مش ماشيه بشكل كويس، يعني من الحاجات الصعبه في الحياه ان انت تفقد مثلا انسان عزيز عليك او صديق ليك يعني، فمعلش النهارده لو الحاجه بعيده شويه عن زي كل يوم او زي المعتاد يعني. فالحمد لله على كل شيء وربنا يتقبله في برحمته ويدخله ويدخله في فسيح جنته يا رب ان شاء الله الرحمن، ويلهم اهله الصبر والسلوان. مباراة الأهلي والترجي هي عنوان المتعة، هي عنوان القرى الحقيقية في القارة الإفريقية وعنوان كمان يعني كفيل إن هو تشوفه كل الأندية الأوروبية أو كل الدوريات الأوروبية أو كل البطولات الأوروبية عشان يعرفوا القارة الإفريقية وصلت لحد فين. يعني القارة الإفريقية يعني على أكتر مستوى موجود في الوقت الحالي في دوري الأبطال الإفريقي الأهلي والترجي، فبالتأكيد هي عنوان لأهم بطولة وعنوان كمان لمتعة حقيقية هتشاهدوها سواء كان في ملعب برج العرب يوم الجمعة اللي جاية أو في ملعب رادس يوم الجمعة اللي بعدها يوم 9 نوفمبر. هنطلع فاصل وبعدين هنتكلم في حاجات مهمة جدا النهاردة، تكملة اللي بدأناه امبارح لفرقة الترجي وبعض العناوين وبعض النقاط المهمة سواء كان للنادي الأهلي أو للترجي، وإن شاء الله الرحمن كل جماهير النادي الأهلي كل الناس اللي موجودة سواء كانت في برج العرب أو موجودة قدام الشاشات أو موجودة في البيوت أو موجودة في القهاوي أو في الشارع حتى أو ما ساعدهاش الحظ او كان عندها اي حاجه ما شاهدتش اللقاء معانا بقلبكم، مهم قوي ان احنا نبقى على قلب راجل واحد مش الاهلاويه بس بل كل الانديه المصريه بل كل الجماهير المصريه داخل مصر وخارج مصر. يعني الكوره ممكن الناس تتكلم فيها ان هي يعني الملعب والقدرات والامكانيات وكل ده اشياء مهمه ومطلوبه صحيح، التحضير والتجهيز وتختار فرقه كويسه وجهاز كويس ويبقى في استقرار اداري هايل جدا ونظام وسيستم بالتاكيد يعني اللي انت بتشتغل عليه وكل حاجه، لكن في النهايه العمل الجماعي اميز ما فيه هي الحته اللي موجوده في النيات، النيات تبقى صافيه بشكل كبير جدا ربنا سبحانه وتعالى بيوفق، وده مهم قوي في عالم كره القدم. يعني هي مش يعني حاجه صعبه لكن حتى على المستوى الاوروبي بيعملوها، تلاقي كل في الدور بتاعه او في الاختصاص بتاعه بيعمله على اكمل وجه، يعني البوزيشن اللي هو فيه يعني ما بيبقاش فيه تطلعات لحاجه، ما بيبقاش فيه نيه لحد تاني، فبالتالي النجاح بيجي من هنا. النجاح عوامل بتساعد بعض، كل واحد بيساعد التاني عشان توصل للهدف اللي انت عايزه. هطلع فاصل صغير وبعدين نخش في التفاصيل. يا رب ان شاء الله الرحمن بطوله غاليه جدا جدا على كل الاهلاويه ومعتاده في الالفيه الثالثه بدايه من 2001 و2005 و2008 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وكونفدراليه وسطهم في 2014 ان شاء الله الرحمن يبقى 2018 باذن الله خير على كل اهلاوي باذن الله تعالى. عشان كده القايمه اللي هتضم الاثنين سواء كان في الترجي او في الاهلي ده مصطحب 23 لاعب وده حوالي 22 لاعب نقولهم مع بعض
ولنا وقفات طبعا من خلال عرضنا على الشاشه زي امبارح كان هيستكمل الكرات الثابته والوقفات الدفاعيه والهجوميه الخاصه بفرقه الترجي ومكمن الخطوره هنا وهنا ومفاتيح اللعب هنا وهنا. لكن كمان سؤالنا على السوشيال ميديا وعلى صفحتنا على الفيسبوك صفحه قناه الاهلي وملعب الاهلي، مين اللي ممكن يتالق من وجهه نظركم؟ مين اللي يبقى ليه يد عليا في اللقاء باذن الله؟ وخلي بالكم بس في حاجه في المباراه الكبيره اللي زي كده، خد المعنى ده وافهمه كويس قوي. في لاعب ممكن يكون الاخطر بالنسبه لك، لكن في لاعب الاهم، مش فزوره هي، في لاعب ممكن يبقى يعمل الخطوره ليك لصالحك، لكن لاعب في الملعب ممكن يبقى هو الاهم عند المدرب، يعني له واجبات مش مساله دفاعيه وبس، لا ربط ما بين الفرقه، يعني وقف هجمات، انقضاض وضغط، التحامات واشتراكات، استخلاص للكوره، حفاظ على الكوره، ده لاعب مهم قوي. الخطوره ممكن يبقى فيه لاعب، ممكن يبقى فيه لاعب مثلا بيلعب مع فرقه وكلها وحشين لكن هو عامل خطوره بشكل كويس قوي، فده يبقى خطر، خطر على الفرقه حتى لو كانت يعني الفرقه اللي بتلعب قدامه متقدمه، لكن خطر عليهم. لكن انا بتكلم على الاهم، من وجهه نظركم مين اللاعب اللي ممكن يتالق في مباراه الاهلي والترجي؟ وهي طبعا بالتاكيد هي كل او تاكل كل المباريات او كل البطولات، وده نهائي افريقيا، فبالتالي هي المباراه هي الاهم في الموسم الحالي موسم 2018. طيب الاهلي كارتيرون عنده اهداف شخصيه، كارتيرون نفسه كمان عنده اهداف شخصيه، يعني وانت بتشتغل كده بتحقق بعض النجاحات، الاهم النجاح الجماعي، لكن كمان انت ممكن تحقق حاجات شخصيه تتحسب لك. يعني كارتيرون عنده كمان هدف شخصي، لو نجح انه هياخد البطوله دي ان شاء الله الرحمن ربنا يكتبها له باذن الله، هيبقى المدرب الخامس عبر التاريخ الافريقي اللي حقق البطوله مرتين، كان حققها بطل مازيمبي، يعني هبقى اجيب لكم الاسماء بعد شويه، موسم 67 موسم 68 و69 او اسف 67 و68 لان الاسماعيلي اللي خد 69 وكان مدرب شبيبه القبائل، هقول لكم بالاسماء، لكن ده هيبقى الخامس. كارتيرون لو خد البطوله دي مره ثانيه هيبقى الخامس. طبعا طبعا جوزيف في منطقه ثانيه خالص، جوزيف حقق البطوله اربع مرات 2001 و2005 و2006 و2008، ده جوزيف، فما حدش يقارن نفسه بجوزيف خالص في الحته دي في المنطقه الافريقيه، يعني لانه واخد أربعة أفريقيا وأربعة سوبر، السوبر 2002 وسوبر 2006 وسوبر 2007 وسوبر 2009، فبالتالي جوزيف منطقة تانية خالص. لكن كارتيرون ممكن يخش في معمعة المدربين اللي حققوا البطولة مرتين. ليه حققها مرتين؟ لأنه حققها مع مازيمبي، فلو حققها مع الأهلي يبقى دي المرة التانية بالنسبة له. على الجانب الآخر معين الشعباني ده هيبقى التونسي رقم ثلاثة لو حقق البطولة ديت بعد فوز البنزرتي اللي حققها مع فرقه النجم الساحلي، او نبيل معلول اللي حققها مع الترجي موسم 2011. طب اقول لكم القوائم وبعد كده نخش في حاجات مهمه جدا في الحسابات قبل المباراه النهائيه. قائمه الاهلي ضمت شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، خط محمد هاني وسليف كلوبالي وسعد سمير وايمن اشرف، صبر الرحيل، حسام عاشور وعمرو السوليه وهشام محمد واكرم توفيق وكريم ندفد واسلام محارب واحمد حمودي ووليد سليمان وميدو جابر واحمد حمودي وصلاح محسن ومروان محسن ووليد ازارو. الغيابات علي معلول للاصابه ومؤمن زكريا وناصر ماهر، دي رؤيه فنيه لكارتيرون. على الجانب الاخر يعني معين الشعباني الراجل التركي اللي عنده للاسف التونسي اللي عنده 37 سنة، معين الشعباني يعني اصطحب 23 واحد، معز بن شرفية ورامي الجريدي وعلي الجمل لحراس المرمى، سامح الدربالي وإيهاب المباركي وأيمن بن محمد وخليل شمام وحسين الربيع. حسين الربيع ده اللي لعب المباراة الأولى اللي كانت على استاد برج العرب في دور المجموعات، كان لعب باك ليفت، وعلي المشاني وشمس الدين الزوادي ومحمد علي اليعقوبي اللي أنا اتكلمت عليه امبارح وقلت إن هو أحرز هدف، لكن خبرات خليل شمام هتخلي يعني معين الشعباني يبدأ بخليل شمام. في الوسط كلوبالي وفرانك كوم والشعلالي ومحمد امين مسكني وسعد بكير اللاعب اللي هو اشول اللي بيستخدمه هو دايما في مباراه العوده، المباراه اللي على ارضه او لما يكون متاخر او عايز يجيب هدف حتى خارج ارضه بيستخدم سعد بكير، لاعب اشول امكاناته كويسه جدا جدا، يمكن قدراته الجسميه او البدنيه قليله شويه لكن يعني حلو، رتم حلو في الكوره، الكوره ما بتروحش بعيد عنه، بيحتفظ بيها بشكل كويس، بيسدد بشكل كويس وبيعمل الكرات الثابته هايل جدا. يوسف البلايلي وانيس البدري وبلال المجري وادم الرجيبي وطه ياسين الخنيسي وهيثم الجويني. دي قائمه الترجي التونسي، وقلت لكم قائمه النادي الاهلي. اوكي هنخش في التفاصيل اللي شرحناها امبارح، والنص الثاني من ملعب الاهلي النهارده هيكون معانا نجومنا وكابتننا كابتن عادل طعيمه وكابتن ماهر همام وكابتن شريف عبد المنعم في النصف الثاني، لكن هنروح على الشاشه ونخش الملعب، وزي ما قلت لكم لازم تحفظوا
تحفظوا كل لعيبة الترجي بالتشكيلة بأسلوب اللعب بالمميزات اللي عندهم. والنهاردة هنتكلم على الكرات الثابتة اللي واحدة من مميزات الترجي لكن برضو من عيوب الترجي، من مميزات الترجي لكن برضو من عيوب الترجي. لكن قبل ما أروح للشاشة عجبني حاجة جدا اتبعتت لي النهاردة، أهل تونس بشكل عام والترجي بشكل خاص علاقتنا بهم ممتدة بشكل كبير جدا، وزي ما أنا قلت يعني الناس دي ما شفناش منهم غير كل خير على المستوى الإداري. داخل الملعب يعني نفترسهم ويفترسونا، ده منافسة شريفة ما فيهاش أي مشكلة. بمجرد صفارة النهاية وانتهاء اللقاء احنا علاقة طيبة جدا ما بيننا وما بينهم، عشان كده لما بيبقى في أي صدى هناك في تونس والناس بتتفرج علينا بتبسط جدا الحقيقة. في واحد منزل كومنت على حلقة امبارح عجبني جدا يعني الحقيقة، يعني بيقول إيه، هو اسمه أنيس، هو الداخلية التونسية بيقول ما تعرفش التفاصيل هذه اللي احنا قلناها امبارح، ملك كارثة يا عبد الحفيظ، هو بيقول بيشيد بالبرنامج، شكرا جزيلا طبعا ليه. ما حسدناهمش على غناهم، حسدونا على فقرنا، هو بيتكلم عليه. يا عم عندكم فريق كبير واحنا بقى برشا او باهي برشا، وصلنا فاينل، يعني كويس قوي ان احنا وصلنا فاينل، فريقكم افضل حتى من برشلونة وريال مدريد. ده كلام يعني محترم جدا، لكن انتوا كمان فرقه كويسه وفرقه جديره بالاحترام. يعني انا مبسوط طبعا ان انتوا بتتابعونا حتى من خلال شاشه قناه الاهلي وملعب الاهلي. في النهايه الا ربنا موفقه للبطوله، الف مبروك في اطار الروح الرياضيه المميزه جدا واللي بتجمع ما بين الفرقتين. هننزل الملعب مع بعض احنا او انا وانتوا، هنشرح زي ما اتكلمنا امبارح يعني بالتفصيل، اتكلمنا على التشكيله وهنعيدها النهارده، لكن كمان هنتكلم على الكرات الثابته وكيفيه الوقوف الدفاعي والهجومي بالنسبة للاعبي الترجي بعد الفصل الجاي. بيكم من جديد، وبنتكلم بقى على الجزء الخاص بالملعب. طبعا يعني هم جايين في الطريق مؤازره جماهيريه وده معتاد طبعا، يعني جمهور الترجي جمهور كبير زي ما جمهور الاهلي جمهور كبير جدا جدا، وهيكون موجود في استاد برج العرب وعبر الشاشات وحتى في الشوارع، ولو ما كانش حتى بيتفرج على اللقاء هيبقى بالقلب. لكن الترجي وصل خلاص بمطار برج العرب، القائمه زي ما ذكرت لحضراتكم، معين الشعباني او معين الشعباني الراجل المدير الفني اللي عنده 37 سنه واللي هيقود النهائي الاول بالنسبه له، وممكن يبقى اللقاء الافريقي الثالث او الرابع بالنسبه له. يعني دي الصور بتاعتهم خلال تواجدهم في المطار مطار تونس، او خلال حتى وجودهم في الطياره بتاعتهم اللي جم عليها لمطار برج العرب. وهم معتادين ان هم بيجوا قبل اللقاء ب 48 ساعه، طياره خاصه بتنزل في برج العرب وبتاخدهم بعد اللقاء مباشره. يعني زي ما قلت لحضراتكم دي الصور الخاصه معاهم، ان شاء الرحمن باذن الله يكون توفيق لحليف النادي الاهلي ومع لعيبه النادي الاهلي. والمباريات النهائيه مباريات العنصر فيها بيبقى التوفيق له دور كبير جدا في حسم اللقاء، والمباراه النهائيه مباراه يعني ممكن تبدا بشكل وتنتهي بشكل تاني خالص، فعليكم بالصبر والتاني والمؤازره والمسانده ككل الجماهير اللي موجوده. ما تستعجلش فرقتك ولا تعمل ضغط على فرقتك، وانا متاكد ان جمهور الاهلي بيعرف يعملها بشكل كويس جدا. ان شاء الله الرحمن باذن الله يبقى الاهلي في يوم وباذن الله. طبعا دي ده مجموعه لعيبه الترجي، انيس البدري موجوده هو على الشمال، واحد من العناصر المميزه جدا في فرقه الترجي، ودي بعض الجماهير المؤازره والمسانده ليهم واللي جايه معاهم في برج العرب. طيب نخش في التشكيله بقى على طول، او نخش في الامور الفنيه بشكل على طول. قبل ما اخش في الامور الفنيه واعمل التشكيله مره ثانيه، و99% و9 من 10 التشكيله مش هتخرج على اللي قدامكم ده. 99% و9 من 10 التشكيله الترجي مش هتبقى عن عندها. معز بن شرفيه الحارس، رامي الجريدي اللي هو كان لعب المباراة أول أغسطس ذهابا وإيابا، أعتقد بفكر وعقلية وشخصية يعني معين الشعباني مش هيبدأ برامي، لأن رامي عليه حملة زي ما قلت لحضراتكم امبارح. ودايما المدرب الصغير في السن واللي ملوش خبرات كتيرة وما عندوش سي في كبير جدا يسنده ويكون في ظهره، لما بتيجي مباريات زي كده حاجة من اتنين، يا يلاعب لاعب ناشئ بشكل اساسي لما يكون عنده ثقه عند الجماهير ومحبوب من عند الجماهير وهو واثق فيه قوي 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 ومهاراته وامكاناته عاليه فبيدفع فيه في المباراه اللي زي كده. لو العنصر المدير الفني او المدرب هو اللي بيقود اللقاء وما عندوش العنصر الشاب ده عنده الصفات اللي انا قلتها، عاده بفكره وطريقته وشخصيته وبداياته في التدريب بيدفع بالامور
اللي عندها خبره في المباراه النهائيه هيقول لك خلاص يعني ايه، انا دفعت بالناس اللي عندها خبره والناس اللي عندها رصيد في البطولات، فبالتالي حتى لو في حاجه من الضغط الجماهيري او الاعلامي مش هيبقى عليا انا، هيبقى على اللعيبه اللي عندها الخبره. فاعتقد ان هو بالفكر ده بشخصيته وصغر سنه وبداياته التدريبيه كقياده، هو زي ما قلت امبارح ان هو عنده خبرات كويسه من خلال عمله مع فوزي البنزرتي ومن خلال عمله مع خالد بن يحيى، لكن دي اول قياده فنيه لنهائي كبير قدام الاهلي في برج العرب. فبالتالي اعتقد انه هيبدا بالاخ ده معز بن شرفيه اللي اكدت عليه امبارح، وشمس الدين الزوادي ما اتكلمناش عليه امبارح كتير، هو عنده 30 سنه، لعيب كويس بيمسكها بشكل كويس قوي، لكن عنده بطء هو كمان، مش سريع قوي يعني، مش الراجل السريع قوي. وعاده ده شمس الدين الزوادي وخليل شمام بيعتمدوا على التاكلينج عشان يعوضوا فارق السرعه اللي هو قليل اصلا عندهم، فبالتالي لو في عنصر سرعه عندنا ان شاء الرحمن ومتواجد ومساحات كويسه فهتلاقيهم بيعملوا تاكلينج كتير عشان يعوض فارق السرعه ما بينه وما بين المهاجم. ده وده، واتكلمنا ان فرانك كوم اللي هو اللاعب الكاميروني ده اميز واحد وهيبقى هيلعب دايما على وليد سليمان في الحته ديت، وهيبقى في ثنائي، والاخ ده عنده انذار، وشعلالي عنده انذار، وشمس الدين الزوادي عنده انذار، فبالتالي الثلاثي ده اللي ماشي كده ده عامل كده، دول ثلاثه عندهم عندهم انذارات، فممكن يبقى معرضين ان هم يغيبوا في اللقاء الثاني باذن الله. سامح الدربالي حجز مقعده على الناحيه اليمين وشرحناها امبارح وبيلعب ازاي وطريقته وكل حاجه، وايمن بن محمد انا وجهه نظري الجبهه الاخطر هو ويوسف البليلي وطه ياسين الخنيسي، اعتقد برضو ان هو اللي هيبدا بنسبه 90%، وكلوبالي وانيس البدري. هاكد على حاجه لازم تتسمع بشكل كويس جدا، اخطر حاجه على الاهلي، اخطر حاجه على الاهلي، عشان كده عرضتها لكم بشكل مختلف عن امبارح، ده وده، ايمن بن محمد ويوسف البليلي، ايمن بن محمد ويوسف البليلي. الاستاذ ده اللي هو ايمن بن محمد لعيب عنده قدرات هجوميه رائعه جدا، وبيشبهوه بعلي معلول الثاني، وكان لعيب في الدوري الايرلندي، وبياخد من العمق الهجومي كويس جدا. فبالتالي لو احمد فتحي لوحده هتبقى مشكله للنادي الاهلي على الجناح اللي بيلعب قدام احمد فتحي، سواء كان هيبدا احمد فتحي احمد حمودي او ميدو جابر او اسلام محارب، ان هو لازم يرجع مع احمد فتحي. بقى كل الخطوره اللي بيعملها ايمن بن محمد مع يوسف البليلي اللي هو راجل بتبقى عدليته ناحيه الشمال وبيخش دايما في العمق، ممكن يتعامل مع احمد فتحي كويس ان شاء الله الرحمن، اللي هيلعب على ايمن بن محمد احمد حمودي او اسلام محارب او ميدو جابر يبقى ينزل معاه بس، لكن ممكن احنا نستغلها ميزه بقى، لان ده رجليه بتاخده اللي هو ايمن بن محمد بتاخده كتير، فبيتم تخطيطه من انيس شعلالي او فرانك كوم، لكن ممكن يتاخروا شويه، فممكن بقى يعني مهاره احمد حمودي ومهاره ميدو جابر وانطلاقاتهم والفرق ما بين لحظه استخلاص الكوره وبدايه الهجمه لازم يكون سريع جدا، لازم يكون سريع جدا. انا من وجهه نظري الشخصيه يعني ان في وقت معين ممكن تبقى بتستحوذ فيه بشكل كويس وشكل مستمر وهايل جدا، لكن في بعض المباريات، بعض المباريات قناعتي الشخصيه انا كسيد عبد الحفيظ ان ممكن مع فرق تمام يبقى الاستحواذ في بعض الاوقات ما بيبقاش مطلوب قوي. ليه؟ انطلاقات الجماعه دول اللي هو ايمن بن محمد ويوسف البليلي وعلى الجانب الاخر سامح الدربالي وانيس البدري، لو انت في اللحظه دي استخلصت الكوره هتبقى في مساحات جامده جدا، يعني باص في الثاني لازم الثالثه تكون هنا في نص الملعب او ثلث الملعب بتاعهم، انت هتقعد تستحوذ هتديهم فرصه ان هم يبداوا يرجعوا وهم بيتكتلوا بشكل كويس زي ما هنشرح بعد شويه، وقفتهم الدفاعيه هتبقى عامله ازاي. مش معنى كده ان انت ما تستحوذ، لا استحوذ، لكن في بعض الاوقات وانت بتستخلص الكوره لازم الرد يبقى سريع بشكل كبير من خلال نقله في الثانيه عشان تنقل الملعب الناحيه الثانيه وعندنا السرعات موجوده. اهم اثنين من وجهه نظري طبعا قلنا طه ياسين الخنيسي امبارح وقلنا على انيس البدري امبارح، ايمن اشرف وايمن يتعامل معاه بشكل كويس ان شاء الله الرحمن يعني. اهم اثنين واللي هيدوا افضليه للنادي الاهلي في اللقاء ده باذن الاهم اثنين برضو من وجهه نظري الشخصيه هيبقى حسام عاشور وعمرو السوليه. حسام عاشور وعمرو السوليه الاثنين هيبقوا بيلعبوا في الجانب في الجزء ده بالظبط كده، اوكي، فهيواجهوا شعلالي وهيواجهوا كلوبالي وهيواجهوا فرانك كومب مع دخول انيس البدري ويوسف البلالي في بعض الاوقات للعمق. لو عمرو السوليه عملها هو بشكل كويس جدا 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 من خلال الانقضاض والضغط على نص الملعب اللي موجود في فرقه الترجي وهو موجود عندنا، اعتقد ان دول هيبقوا اهم اثنين من وجهه نظر شخصيه، اهم اثنين في فرقه الاهلي ومفتاح الفوز برضو من وجهه نظر شخصيه في الاثنين دول هتتمكن فيه او هتتمثل فيه عمرو السوليه وحسام عاشور، اهم اثنين في لقاء برج العرب هم حسام عاشور و عمرو السوليه. بنسبه 99%
مش هتخرج عن كده. وقلنا مميزات الاستاذ ده بيخطف بياخدك وبعدين بيقوم خاطف واحده على طول، يعني بخطوه واحده وسابقك بخطوه واحده بس. فتركيز سعد سمير وكلوبالي على الاستاذ ده في تحركاته مش على الكوره بس، يعني مش على الكوره بس، يعني دايما يقول لك ايه ركز على الكوره بس، مهم جدا ان انت تركز على الكوره بس، لكن ده بيفضل يعني يسحبك وانت باصص على الكوره، وياخد في عمق او ياخد في ظهرك بشكل كويس، فعينك تبقى على الكوره وعينك تبقى برده على طه ياسين الخنيسي. انيس البدري، ان شاء الله الرحمن، ايمن اشرف يتعامل معاه بشكل كويس، هو اخطر واحد فيهم واخطر واحد في البطوله الافريقيه، يعني موجود انيس البدري بارقامه وعامل زي ما قلت لكم عامل 9 اسيست وجايب 4 اهداف، يعني وهم اصلا جايبين 15 جول، يعني واحد مشارك في اكتر من 80 او 85% من الاهداف اللي دخلت مرماهم. يعني ان شاء الله الرحمن نتعامل مع اللقاء بشكل كويس جدا، احنا بنشرح بس الترجي هيلعب ازاي ووقفته عامله ازاي. وتشكيله امبارح تعالى اقول لكم على حاجه مهمه جدا، وقفه الترجي التونسي في الحاله الدفاعيه هتبقى عامله ازاي، وخاصه بالجزء الامامي. يمكن الجزء الدفاعي هم مش هيختلفوا كتير، لكن في الجزء الامامي هتلاقيهم الوقفه كده بالظبط. فرانك كوم اللاعب الكاميروني هيبقى هنا، والشعلالي على شماله كده، وكلوبالي في الحته ديت، وانيس البدري بينزل هنا بيعمل الدور الدفاعي، اوكي، ويوسف البلايلي بينزل هنا بيعمل الواجب الدفاعي بتاعه، وبيبقى طه ياسين الخنيسي في الحته دي في الجزء ده. ده الوقفه الدفاعيه. طبعا الرباعي الدفاعي سواء كان سامح الدربالي او شمس الدين الزوادي او خليل شمام او ايمن بن محمد هيبقوا تحتيهم، لكن دول التلت الوسط الملعب بتاع الترجي والتلت الهجومي بتاع الترجي، دي الوقفه بتاعتهم من خلال السداسي ده اللي موجود قدامكم على الشاشه. فدي الوقفه الصحيحه او الوقفه اللي بيعتمد عليها الترجي في كل لقاءاته مع النادي الاهلي، في كل لقاءاته مع النادي الاهلي الوقفه ما بتبقاش غير كده بالشكل ده، يقفل نص الملعب بشكل كبير جدا، ينتشر، يفرد لعيبته بطول الملعب، طول الملعب في نص الملعب كده، يعني انيس البدري، كلوبالي، شعلالي، يوسف البلايلي قافلين الخط اللي في نص الملعب، وتحتيهم الاستاذ ده اللي هو فرانك كوم والرباعي تحت. فانت بتتكلم في تسعة لعيبه في حوالي مثلا 30 40 يارد، فالمساحات بتبقى قليله. عشان كده بقول لحضراتكم لو نجح الاهلي ان هو يخليهم يطلعوا لقدام شويه عشان توجد مساحات هنا كويسه يستغلها المهاجمين بتوع النادي الاهلي، احمد حمودي ووليد سليمان وميدو جابر او اسلام محارب، اثنين من الثلاثه اللي هيلعبوا اللي انا قلتهم من شويه. فان شاء الله الرحمن يبقى في افضليه للنادي الاهلي. مباراه النهائيات احفظوا الجمله دي كويس قوي، بتتاخد على الاجزاء مش على الكل. يعني ايه بتتاخد على الاجزاء؟ يعني انت ممكن تبقى مركز 7-8 دقائق اخطف اللقاء خلاص خلصت. دي النهائيات بتتاخد على اجزاء من اللقاء. مفيش فرقه ابدا غير نادرا جدا على مستوى النهائيات سواء عربيا افريقيا اوروبيا مستوى المنتخبات بيوصلوا الفرقتين للنهائي وتلاقي فرقه مقطعه فرقه ماسكاها غسيل ومكوى، صعب. والا الفرقه الثانيه وصلت للنهائي ازاي؟ فدي عندها قدرات ودي عندها قدرات، فبالتالي ده بيجي لها مساحه من الوقت تستحوذ وتسيطر وتبقى اخطر، ودي بيجي لها مساحه من الوقت تستحوذ وتسيطر وتبقى اخطر. لكن اللي بيستغل الموقف وهو بيستحوذ وبيبقى اخطر هو اللي بيفوز. عشان كده بتتاخد على الاجزاء. فكل ما تجيلك فرصه خليك بخيل قوي قوي وحريص جدا ان انت تجيبها، مش هتتعوض كتير. وكل ما استغليت الفرص ديت مع الترجي تحديدا بقى اسلوب لعبهم بيختلف خالص خالص. بتلاقي الشخصيه بتاعت الترجي طبعا على علينا وراسنا وكل حاجه، لكن اعتقد بتبقى الامور التنظيميه بتغيب خالص تماما، فبتلاقي مساحات بقى يعني زي ما انت عايز، بتلاقي الوقفه دي مش موجوده اصلا، الارتداد ما بيجيش، فعشان كده بتلاقي هناك في رادس الترجي ما بيبقاش عارف يعمل ايه، هنا بيبقى واقف دفاعي من الدقيقه الاولى للدقيقه 90، لكن هناك بيختلط عليه الامر. دي الوقفه بتاعت السداسي ده. تعال نشوف الكرات الثابته بقى. الكرات الثابته بقى، وركزوا معايا جدا جدا. بقى لها 3 سنين شخصيه الترجي ما بتتغيرش، وحتى في اول اغسطس وحتى في النجم الساحلي وحتى في دوري المجموعات، لا لا لا، الضربات الركنيه، ضربات ركنيه اسمها، ايوه ما هي الضربات الثابته برضه منها ضربات ركنيه. اوكي، اللي بيلعب الضربه الركنيه سواء يمين او شمال هو انيس البدري ومعاه الشعلالي، واحد فيهم اللي بيلعبها، يا انيس البدري هو اللي بيلعبها، يا الشعلالي هو اللي بيلعبها، هنا او هنا، انيس البدري او الشعلالي. طه ياسين الخنيسي بيقف على العرضه القريبه، ده السنه دي، السنه اللي فاتت ما كانش بيعمل كده.
السنه اللي فاتت ما كانش بيعمل كده، كان بيبقى هو هنا يا في النص يا في العرض الاخيره، لكن السنه دي طه ياسين الخنيسي بيبقى واقف على الزاويه القريبه، على العارضه القريبه، بتتلعب له يا دوبك بس بيلمسها براسه كده، هي معتاده وقديمه وكل الناس بتعملها، لكن هم بيعملوها بشكل كويس لان اندفاعاتهم كل ده بيقوم داخل كده، بمجرد بس ما بتتلعب كده هنا عند طه ياسين الخنيسي كل ده بلا استثناء بيقوموا داخلين كده في المساحه دي من العرض الأخيرة أو من البنالتي، نقطة البنالتي اللي داخل الستة ياردة شوية كده، عمل خط كده لحد العرضة الأخيرة أو العرضة البعيدة، كل ده بيقوم داخل، فبيعملوا ضغط شديد جدا على الجول، وبالتالي ممكن تبقى إحراز الأهداف الضربات الثابتة أو الركنية عندهم سلسة جدا. طيب تعالى تتذكر مع بعض السنة اللي فاتت في مباراة الأهلي والترجي 2-2 عشان تشوفوا الوضع عامل إزاي. بص هاتها كده، هي بالظبط هي بالظبط اتلعبت كده، ده مش فاكر كان مين بقى، ممكن كان يبقى شعلالي ولا حاجة اللي لعبها واللي عملها براسه، مش فاكر مين بقى من عندهم، لكن طه ياسين الخنيسي بصوا فين، بصوا كلهم بيعملوا فين، ده طه ياسين الخنيسي مكمل هنا. السنة اللي فاتت كان بياخد العرضة البعيدة أو عمق المرمى، السنة دي هو اللي بيقف على العرضة القريبة، بصوا جايين من تحت على القريبة، كمل بقى امشي يا دوبك بس بيلمسها بيحولها يا في نص المرمى يا في اخر حته من المرمى، وهم كلهم بيبقوا مندفعين، فبالتالي هتيجي بقى لواحد فيهم سواء كان كولوبالي او كومب او خليل شمام لو طالع، او سامح الدربالي لو طالع، او الشعلالي او البلايلي، اي واحد فيهم يعني، او انيس البدري، اي واحد فيهم لو هو مش يرفع الكره، او الشعلالي اللي مش واحد فيهم يعني، يا الشعلالي اللي بيرفعها والتاني بيكمل اللي هو انيس البدري، او انيس البدري هو اللي بيرفعها والشعلالي هو اللي بيكمل. زي ما قلت لكم اهو بتتلعب على طه ياسين الخنيسي، كل ده بيخش، كل بالي بيخش، والبلايلي بيخش، وشمس الدين زوادي كمان خلي بالكم ده بيلعب بدماغه برده مش وحش، وخليل شمام وفرانك كوم، وبيبقى ورا لو الشعلالي مش اللي هيرفع، مش هو اللي هيرفع، هيبقى انيس البدري هو اللي تحت، ايمن بن محمد وسامح الدربالي. دي الكرات الثابتة اللي ليهم. تعال نشوف بقى الكرات الثابتة القريبة من المرمى. بصوا هي مش بتتلعب من هنا، هي بتتلعب من هنا، بس اللي بيلعبها الأستاذ ده اللي هو يوسف البلايلي، بتتلعب من هنا، يوسف البلايلي اللي بيلعبها، بيلعبها دايما في اتجاه الجول، دايما باتجاه الجول، وهتلاقوا واحد واقف قدام الشناوي أو شريف إكرامي، أيهم هيقف بكرة، فهتلاقي واحد واقف قدام شريف إكرامي أو الشناوي، واقف قدامه بيعكسه، يعني هتلاقيه بيقعد يتنطط كده قدامه ولا حاجه عشان يعني يخلي تركيزه يقل شويه. فهو يوسف البلايلي بيلعبها بالاتجاه ده، بيلعبها في الاتجاه ده، في اتجاه المرمى اللي هو اساسا واقف قدامه واحد، وعاده ممكن يبقى كولوبالي واقف قدام حارس المرمى. فخلينا واخدين بالنا كويس قوي من الكرات الثابته اللي هي قريبه، وبيلعبها يوسف البلايلي في اتجاه المرمى على طول، يعني ما بيلعبهاش لواحد على طول، بيلعبها في اتجاه المرمى. طيب اوكي، دي الضربة الثابتة اللي على الترجي من مسافات قريبة. ده برضو زي ما قلت لكم ان هو عنده حتة على المستوى البدني بتقل جدا في الشوط الثاني اللي هو كلوبالي، كورته ممتازة ممتازة، وهو وكم عاملين شغل رائع جدا من حيث الاستحواذ والضغط والسيطرة وكل حاجة والالتحامات والاشتراكات، لكن عادة عنده مشكلة كبيرة قوي في الناحية البدنية. بتقل بعد الدقيقة 57 58 من الشوط الثاني، وشرحت لكم امبارح ووريت لكم امبارح من خلال لقاءات السنة اللي فاتت، فهو عنده مشكلة كبيرة في الحتة البدنية، لكن عنده كمان مشكلة تانية في الكرات الثابتة، إن هو بيسرح شوية، يعني بيسرح شوية، هو بياخد العارضة البعيدة على طول، كولوبالي ده بياخد العارضة البعيدة على طول، وهي لما بتتلعب على العارضة البعيدة أو بتتلعب على القريبة وبتتسحب كده بالراس ولا حاجة الخلفية كده، ممكن تلاقي سرح شوية، فبالتالي يبقى ممكن نخطفها بشكل كويس. طب تعالى نتذكر كده السنة اللي فاتت برضو، يعني في الفاول اللي جابه صالح جمعه او اللي كان متسبب فيه صالح جمعه واللي احرزه يعني وليد ازارو هدف التعادل هنا في برج العرب، بص هتلاقي كولوبالي فين؟ كولوبالي هنا، مش هو ده؟ هو ده ماشي؟ كمل هو كولوبالي ده ماشي؟ بياخد العارضه البعيده بقى، اوكي ده كان رامي ربيعه ربنا يشفيه بقى ويعافيه وان شاء الله الرحمن يرجع بشكل كويس، او انا متاكد انه هيرجع بشكل كويس جدا جدا. فمهم قوي، مهم جدا يبقى في تكمله وروح في اتجاه الكوره، وتلعب الكوره في 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 اتجاه حارس المرمى، او في يا دوبك بس في التلت الاخير من العارضه، يا ريت يا ريت. ده وليد ازارو طبعا ان شاء الله الرحمن باذن الله يبقى له فعاليه بكره باذن الله. اوكي تعالى يا سيدي،
احنا خلاص عرضنا الكرة الثابتة ديت، مفيش مشكلة خلاص فيها. يعني خلينا دايما نقول ان هم عندهم قدرات هجومية كويسة وعندهم يعني مميزات وامكانيات كويسة، لكن احنا كمان عندنا قدرات ومميزات وحاجات احسن بكتير جدا. عندنا شخصية لعيبتنا، والعملية مش مرتبطة بشخص واحد بس، مش مرتبطة بشخص او لاعب بس، مش هو اللي هيقوم الليلة، مش هو اللي يعني هيفتح الباب ويقفله، ولا هو اللي يرش قدام المحل ويقفل قدام المحل ويعمل كل حاجة في الملعب، لا طبعا. اللعيبة كلها نجوم بإذن الله، اللعيبة كلها نجوم بإذن الله، وهي أدوار يعني بتتلعب، لكن أنت بس بتأكد على شوية معاني، لأن التفصيلات الصغيرة اللي الناس بتستهون بيها، والناس اللي يعني إيه المشكلة لو ما رجعتش في آود، وإيه المشكلة لو ما رجعتش في ضربة ركنية، يعني مش الدنيا مش هتخرب، لا الدنيا تخرب في لحظة، في ثانية، في أقل من الثانية كمان الدنيا بتختلف خالص. اللي أنت بتستهون بيه ده اللحظة ديت بتغيب بطولة وبتجيب بطولة، واللحظة ديت أساسا بتعلي فرقة وبتنزل من فرقة، واللحظة دي بتدي أفضلية لفرقة وبتدي يعني سلبية لفرقة أخرى. فبالتالي ما تبخلش بأي نقطة عرق واحدة في الملعب خلال التسعين دقيقة، سواء كان في رادس أو في برج العرب ما قبل رادس. فبالتالي لازم تبقى مهم جدا، والتركيز مهم جدا جدا من الثانية الأولى للثانية الأخيرة. عندنا فعاليات كويسة، وعندنا إمكانيات وقدرات كويسة، وعندنا لعيبة عندها مهارات كويسة. يعني ممكن يبقى مولد إفريقي كبير لأحمد حمودي وميدو جابر وإسلام محارب، ومولد إفريقي كبير جدا جدا لكولوبالي، واللي أنا أتوقع بإذن الله أتوقع أن هو ممكن يبقى له حاجة من خلال الكرات الثابتة بإذن الله تعالى. وعندك كمان أيمن أشرف في الباك ليفت، وإن شاء الله الرحمن يكون له دور كويس جدا جدا جدا. هأكد على نقطتين هم في منتهى الأهمية، أهم اثنين لعيبة عند النادي الأهلي واللي هيدوا أفضلية للنادي الأهلي هو عمرو السلية وحسام عاشور. هم دول اللي هيفضوا أفضلية للنادي الأهلي من خلال الضغط على فرانك كومب وكولوبالي، عشان يمنعوهم ان هم يبداوا اي هجمه، لان هم لو استحوذوا بالتالي هتبقى الدنيا صعبه بالنسبه للاهلي. لكن عمرو السليه وحسام عاشوري ان شاء الرحمن باذن الله هيبقى لهم الافضليه، واهم اثنين لعيبه في فرقه النادي الاهلي باذن الله يوم الجمعه. الحاجه الثانيه والاهم ان ضروره مساعده احمد فتحي في الرجوع مع ايمن بن محمد ويوسف البليلي، مهم جدا 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 جدا. ما تعتمدش ان احمد فتحي صاحب الرئتين، واحمد فتحي بقلب 100 اسد، احمد فتحي الفهد، كلها كلام جميل جدا، لكن لازم المساعده، لازم المسانده، لان هم عندهم قدرات كويسه في الحته دي تحديدا ومميزين فيها بشكل كويس قوي. هرجع واكد يعني على كل لعيبه النادي الاهلي ان هم يثقوا في نفسهم، لان احنا بنثق فيهم. يعني عندنا ثقه كبيره جدا في كل اللي هيلعب، ايا كان بقى ال11 اللي موجودين، ايا كان التوليفه اللي هيختارها كارترون، كل التوفيق ليهم. احنا بنثق فيكم جدا، لكن عليكم ان انتوا تثقوا في انفسكم عشان تجيبوا البطوله التاسعه اللي كل جماهير مصر مستنياها، مش الاهلي بس باذن الله. انا متاكد من النصر باذن الله تعالى، والتوفيق باذن الله يكون حليفنا، لكن في النهايه اللي هيكتبه ربنا سبحانه وتعالى احنا متقبلين وراضيين بيه. فاصل ونستقبل ضيوفنا كابتن عادل طعيمه وكابتن ماهر همام وكابتن شريف عبد المنعم. شرحنا على قدنا، لكن نستقبل رأي نجومنا وكابتننا ووجهة نظرهم في اللقاء بالتأكيد النهائي والختامي لأقوى بطولة في القارة الإفريقية، دوري أبطال إفريقيا. معنا ومعاكم كابتن عادل طعيمة. مساء الفل يا كابتن عادل. مساء الخير يا كابتن. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله. نورنا دايما. انت اللي منور. ربنا يخليك. كابتن ماهر مساء الفل. كابتن سيد. ازي حضرتك؟ احنا هديك النهارده بقى السي والبي والاي بعد الحوار الشيق الجميل. لا ده بتاعت امبارح كانت احلى. اللي انت شرحته النهارده. امبارح كانت كويسه ولا كانت شديده؟ يا كابتن عادل على السي. احنا قعدنا حضرناها. هنديله بقى السي والبي والاي ثلاث شهادات مره واحده في اللقاء. فارية انت عليا. لا والله العظيم. حبيبي حقك. ماشي. كابتن شريف مساء الفل. مساء الفل يا كابتن. بقاء الله والبقاء لله طبعا. انا برضو كان عندي حاله وفاه بقاء لله. بقاء لله. بقاء لله. ان الله وانا لا يرجعونك جميعا. ويلا هي دي حال الدنيا. حال الدنيا صحيح. طيب الحمد لله على كل شيء. استاذنكم لان امبارح ما خدناش رسائل كتير قوي، والناس متواصله معانا حتى من تونس.
في حد مسمي نفسه رالف مسميه كده، بيقول لنا انا تونسي وبستقبل بشكرك على حسن الاستقبال بتاعكم، الاهلي فريق دايما رائع، النادي دايما نادي كبير، نادي القرن ومدرسه في الكره والاخلاق، والصفحات يعني اللي بتتكلم عليها صفحات يعني وصفها بوصف مش عايز اقوله، والاهلي 180 دقيقه نتنافس فيها بشرف، ولكن الفوز للاقدر والاهم، وده اللي احنا قلناه واشدنا بيه. مصطفى عزو ان شاء الله يا كابتن، احنا طرحنا سؤال هنا من ملعب الاهلي، مين اللاعب اللي تبقى تتوقع من خلال رؤيتك ان هو ممكن يكون متالق مع النادي الاهلي؟ وانا شرحت قلت في فرق ما بين اللعيب الاخطر واللعيب الاهم، فمين من وجهه نظركم مين اللعيب الاهم في المباراه اللي جايه او اللي هيتالق في المباراه اللي جايه؟ مصطفى عايز بيقول الفريق كله هيتالق يا كابتن سيد، و70 مليون مشجع للنادي الاهلي مستنيين الفرحه. محمود يا كابتن سيد اعتقد يعني بلاش الرساله دي لانها فيها تجاوز شويه. محمود محمد وليد تحياتي ليك ولكل اسره البرنامج من اسوان، ان شاء الله الاهلي يكسب وازارو يكون نجم اللقاء. مودي بيقول مساء الخير يا كابتن سيد، ميدو جابر هيكون نجم اللقاء. خليل بيقول حسام عاشور وعمرو السوليه انا اتفق معاك. اسامه جمال انا شايف ان احمد فتحي وايمن اشرف هيكون لهم دور كبير جدا. محمود عز الدين ان شاء الله اللعيبه كلهم على قدر المسؤوليه وربنا يوفق الابطال. محمود سوني ان شاء الله الاهلي كله يا ابو السيد، ووليد ازارو ان شاء الله يجيب جول وتبقى التاسعه يا اهلي. محمد عصام ان شاء الله صلاح محسن هيبقى له دور يا كابتن سيد، افتكر كلامي يا رب. اسامه ان شاء الله النجمه التاسعه باذن الله، وانتوا محترمين جدا ربنا يبارك لك. يعني بيرمي كده قصف جبهه ماشي يا عم مملوك. ممكن وليد سليمان يكون هو نجم المباراه. اسامه تحياتي لك كابتن سيد، اقسم بالله بحبك جدا ربنا يخليك يا اسامه، هو من المنصوره وان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله. اسلام نعيم مساء الفل يا كابتن، ازارو والحاوي وفتحي يكونوا نجم اللقاء وبس محمد شريف يكون احتياطي. محمد شريف مش مقيد افريقيا، خلي بالكم يعني ايه متعاونين معانا. محمد كامل حسن وليد سليمان الشاعر بشير زيدان الفريق كله ابو السيد. صلاح بيقول سعد سمير هيبقى له دور وافتكر كلامي ان شاء الله. الرحمن احمد الفريق لن يحدث الا تغيير طريقه اللعب 4-3-3 ده رايك. عبده جادو بيقول مساء الخير يا كابتن سيد، حمودي ان شاء الله الرحمن مع ازارو وليد سليمان هيكون لهم دور كبير قوي. علاء عبد الفتاح الجنيدي باذن الله يكون الفريق كله فايق وان شاء الله ده المهم. ان شاء الله اولادنا يا رجاله، ده حسن او حسان ان شاء الله اولادنا كلهم رجاله ويعملوا ماتش كويس قوي باذن الله. احمد فتحي هيكون نجم اللقاء. مينا انت بتتابعنا كل يوم وانا بشكرك جدا يا مينا، فعشان كده هقرا رسالتك مرتين. من يحدث الفريق مع الاهلي في الملعب هم ال11 مقاتل كلهم يا ابو السيد، 11 اسد 11 راجل 11 افريقي يكونوا موجودين يا اهلي. مينا عاطف بيقول نفس المسج بس انا بقراها عشان هو بعت كتير جدا. احمد ايهاب بيقول الاهلي يكسب ووليد ازارو يكون نجم اللقاء، هو وليد سليمان. عمرو السلاي يا ابو السيد هيكون نجم اللقاء. ايمن اشرف ناسينه ليه؟ احنا مش ناسينه، احنا مستنيك انت تكتب. شادي بيقول وليد سليمان وازارو، لعيبه الاهلي كلهم رجاله ونكسب. السيد نعيم الله عليك يا ابو السيد وان شاء الله الرحمن تتحقق يعني نتيجه 2006 لما ابو تريكه جاب الجون. ابو العز سليف كلوبالي هو اللي هيبقى نجم اللقاء. ايمن اخر رساله بيقول الاهلي والوالدين وليد سليمان. طيب هاخد ده كمان وليد ازارو. خليكم فاكرين كلامي كويس جدا، ان ما عملهاش كلوبالي هيعملها سعد سمير، كل لعيبه الاهلي رجاله، وده مهم معنى مهم جدا يوصل للناس. كل لعيبه الاهلي كلهم لهم دور كبير جدا، احمد حمودي وليد سليمان ووليد ازارو وميدو جابر اسلام محارب ايا كان اللي هيلعب حتى في نص الملعب. زي ما قلت لحضراتكم ممكن لعيب تبقى انت كجمهور بتستمتع بادائه وفرحان بادائه، لكن مش هو ده المهم. ممكن يبقى في لعيب مهم كبير جدا جدا عند المدرب له دور كبير جدا، ففي لعيب مهم قوي ممكن عينك انت ما تشوفوش لكن عين تدريبيه او عين مدرب هي اللي تبقى التركيز عليها بالتاكيد، لان هو مهم جدا بالنسبه لتشكيله الاهلي في ال11 بتوع الاهلي او افساد هجمات لفرقه الترجي. اوكي اتكلمنا وخدنا رسائل وان شاء الله الرحمن اوعدكم باذن الله ناخد واحده كمان او ناخد دقيقتين كمان من هذه النوعيه من الرسائل في تواصلكم معانا. مين اللاعب المتالق في مباراه الاهلي والترجي من وجهه نظركم او تتوقعوا؟ كابتن عادل عايز تقول حاجه قبل ما نتكلم في التفاصيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل امنياتنا القلبيه ان اولادنا ال 90 دقيقة الأولانية يأدوها. في حاجة اسمها روح قتالية، بس الروح القتالية مش هي كل حاجة. زي ما حضرتك كده تفضلت وكل الناس اللي هي بتحب النادي وتخاف على النادي، الروح القتالية مع تنفيذ الواجبات الخططية اللي مطلوبة منها. المدير الفني
لابد يكون واضع سيناريو للمباراة. امتى؟ زي ما برضو كلنا عارفين ان المباراة 90 دقيقة بيبقى فيها نوع من التبادل الخطورة على الفرقتين، وبالتالي الفرقة اللي هي في خلال استحواذها على الكرة وبتشكل خطورة بتجيب هدف، الهدف ده بيبقى غالي جدا في البطولات اللي زي دي وخاصة في النهائيات طبعا. لذلك طول المباراة التشكيل بيتغير بصفة مستديمة، يعني مثلا ممكن جدا ابدا وانا بضغط على الفريق التونسي، فريق الترجي، اسلوب اللعب يعني تقصد، ان انا بضغط من البدايه بحيث ان انا يبقى في نوع من الضغط بغرض احراز هدف مبكر، وبعدين لازم استغل الظاهرين اليمين والشمال، عمليه تقدمهم لابد اللعب من خلفهم عن طريق وليد سليمان، تتعمل له مجرد خط الظهر ما بيقطع تتلعب لوليد سليمان، يبقى في تعليمات تطلع لوليد او تطلع لحسام عاشور، تتعمل لمسه والثانيه والثالثه يبقى هو الجول. ودي اتعملت كتير قوي السنه اللي فاتت ماتشات الزمالك وغيره وغيره وغيره. اللي هيجري ورا ما بين السيرد باك وبين الباك اعتقد ان ازارو هيبقى عليه دور مهم جدا مع وليد، يبقى هعمل المرتده وده نوع تاني من اللعب. نوع اخر ان انا باكثف وسط الملعب بحيث ان انا يبقى عندي تحضير وفي استحواذ مع الضغط مع بناء الهجمات. انا بشوف انه فرقتنا اقوى، خبرات اكتر، فريق ترجي في حاله مش جيده قوي، لكن الحافز اللي عندي اللي بيوصلني ان انا بقالي فتره البطوله دي غايبه عني، واعتقد انه التركيز هيبقى مهم جدا مع الروح القتاليه، ان انا وانا بنزل ادي في روح قتاليه مع تفكير مع تركيز، انا بركز نقاط القوه والضعف في فريق الترجي انا بستغلها، زي ما بنقول السرد باكين فيهم بطء، يبقى انا برضو اندفاعات وليد ما بين الاثنين. طبعا انا قلت مره واثنين وثلاثه وبعيد ان وليد سليمان لو من 4 سنين بيلعب في المكان ده كان هيبقى ليه شأن كبير قوي، لان المكان ده فعلا ليه مواصفات، المواصفات دي مهمه جدا بالنسبه، انا بقول الراجل اللي بيلعب في وسط الملعب المتقدم اللي هو تحت راس الحربه اللي بيصنع رقم 10 يعني زي عبد الله، رقم 10 زي عبد الله كده، اعتقد انه وليد يعني امكانياته اكتر بكثير من عبد الله، لانه بيمتلك الجانب الدفاعي، الجانب الهجومي، صناعه اللعب، التسديد، الجهد، الروح، كل ما يمتلكه المركز ده من امكانيات بنلاقيها في وليد. اوكي كابتن ماهر. هو بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن سعد، عايزين نتكلم على الاخوه العرب والاشقاء العرب والعلاقه اللي بيننا وبين تونس والشعب التونسي، خصوصا العلاقه اللي بين نادي الترجي والنادي الاهلي من ناحيه الاداره صحيح. من ناحيه اللاعبين، من ناحيه الجمهور. احنا شفنا يمكن في رادس هناك استقبلونا استقبال حافل جدا، يمكن كنت واحد من ضمن الجهاز الفني اللي لعب اكتر من لقاء مع الترجي التونسي. التحضيرات اللي قبل المباراه اذا كانت في مصر او هناك، يمكن انت رحت كابتن سيد تونس قبليها، ويعني كان في تنظيم اداري على اعلى مستوى بالنسبه للفنادق، بالنسبه للصالات الاجتماعات، بالنسبه للتغذيه، بالنسبه لارضيه الملعب. شفت الحفاوه اللي كانت موجوده من الشعب التونسي، احنا كمان بنبادلهم بنفس الشعور والحب المتبادل اللي بيننا وبين الشعب اللي بيننا وبينهم 90 دقيقه في الملعب صراحه يعني. وبعد كده هنتكلم على الجانب الفني، لكن حبايب بعد 90 دقيقه هنتكلم على الجزء الاولاني اللي هو يعني حق علينا احنا كعرب ان احنا نشيد بالاخوه التوانسه. حتى البطوله العربيه اللي موجوده في مصر الحمد لله 400، يمكن شفنا يمكن الرجاء المغربي، وشفنا يمكن الوصل الاماراتي، فبرضه كمان البطوله العربيه يمكن قربت الشعوب من بعض بشكل جيد. لكن اللقاء البطوله اللي بين الفرقتين يا كابتن سيد بيبقى له تحضيرات طويله جدا يعني صحيح. زي ما كابتن عادل اتكلم على الجوانب الفنيه كده، ويمكن انا اتكلمت على جزء من الجوانب الاداريه. في الاول والاخر هم مباريتين
من خلالهم اللي بيكافح واللي بيصابر واللي يجتهد واللي بيقدر ان هو يحسم الجولة الاولى بالنسبة لنا في مصر، بتفرق معنا بشكل كبير جدا فنيا في المباراة العودة. واضح قوي من الاجهزة الفنية شايفة بعض، يمكن الجهاز التونسي شايف النادي الاهلي في خلال المباراة السابقة من ناحية طريقة اللعب، من ناحية الدوافع اللي موجودة عليها النادي الاهلي، من ناحية اللعيبة المميزة في النادي الاهلي، من ناحية الترابط بين التلات خطوط بالنسبة للنادي الاهلي زي ما انت قلت يمكن وشرحت، حتى الكور الثابتة، حتى الجمل التكتيكية اللي بيقوم بها النادي الاهلي. اكيد نادي الترجي عنده اعداد ذهني بشكل جيد بينقله الجهاز الفني للاعبين، نفس الكلام بالنسبة لمستر كارتلون وبالنسبة لمحمد يوسف. احنا شفنا الترجي في خلال الفترة اللي فاتت معظم المباريات اللي لعبها، يمكن اخر مباراتين كمان الجهاز الفني شافها بشكل كبير جدا، حصل اعداد ذهني وفني من خلال اللقاءين، شفنا طريقة اللعب اللي بيلعبوا بيها، شفنا اللعبة المميزة، بعض الاماكن اللي حصل فيها تغيير. يعني احنا بنتكلم على قلبي الدفاع، شمس الدين وخليل شمامة دول من الخبرات اللي بيدفع بيهم طبعا الجهاز الفني في قلب الدفاع، لان هم عندهم مشكله كبيره جدا في الجزئيه دي، احنا استغلناها قبل كده من ناحيه سرعات ازارو، قدرنا في خلق المساحات والسرعات قدرنا نتفوق عليهم بشكل جيد. عندهم اطراف افتكر بشكل كبير سامح وايمن بن محمد، دول هيبقوا الجانب الدفاعي بالنسبه لهم اكتر من 70%، الجانب الهجومي هيبقى يمكن قليل 30%، لانهم عارفين قوه النادي الاهلي في الحته الهجوميه بشكل كبير. عندهم نص ملعب يمكن فرانكو وكلوبالي شفناهم قبل كده الافارقه، لعيبه اقوياء ومجتهدين دفاعيا بيقدروا يغطوا على الاجناب بشكل جيد. عندهم قوه ضاربه كابتن سيد في انيس البدري وطال خنيسي احنا شفناه، ويوسف البلايلي، وشفنا طه خنيسي يمكن من ضمن الناس اللي مخوته على منتخب مصر، يمكن سجل فينا هدف قبل كده. دول القنبلتين اللي بيدوا تميز للترجي بشكل كبير جدا، كوم وكلوبالي، ده لعيب كاميروني اللي مالوش رقبه، ده اللي هو فرانك كوم اللي هو مدينا وشه، اللي مدينا ده الرقم 15 ده كلوبالي. وكلوبالي لعيب من ايفواري، هو زي ما قلت الشوط الاول هتلاقيه ممتاز جدا، ضغط وانقضاض وتواجد في حته تانية، وبعدين الشوط الثاني العمليه البدنيه بتقل شويه، لكن الاثنين دول لو ما تمش الضغط عليهم واتساب يلعبوا براحتهم يا كابتن عادل يا كابتن شريف الدنيا هتبقى صعبه على فكره. اتفضل كمل يا كابتن. بس يعني عايز اقول ان احنا الدوافع بتاعتنا بقى كلاعيبه النادي الاهلي، البطوله غايبه علينا يمكن من 4 سنوات، معدن وشخصيه البطل بتبان، ان الاهلي عنده الميزه دي من خلال قيادته ومن خلال لعبته وادائها وجهازه الفني وادائه في المباريات اللي هي بتبقى مباريات محوريه ومباريات لها طابع خاص. لعيبه النادي الاهلي في المباريات دي بيبان معدنها وبيبان اصلها وبيبان دوافعها ان هي عايزه تكسب وتحسم المباراه من خلال ادائنا 90 دقيقه اللي في مصر ان شاء الله. طيب كابتن شريف رايك. انا رايي فرقتين متساويتين 50% 50%، الحقيقه فرقتين محترمين جدا، وصلوا مجهود كبير للتتويج. انا شايف انها مباراه نصف ملعب يعني، والتفوق فيها هو اللي هيخلي الفرقه هي اللي هتبقى متمكنه في وسط الملعب، فردياتها مجموعتها الضغط على الاطراف، الفرقه اللي هتنجح في انشاء عرضيات واستغلال الثوابت، هم دول اللي هيبقى لهم شكل في الملعب. الحقيقه من الاجهزه الفنيه اللي بتتكلم في المحاضرات كابتن عادل حضرتك بتتكلم فيها، ده الشكل اللي احنا مفروض احنا كلنا نبقى بنتفوق على الفرقه دي، ما نديهاش الحريه انها تكسب الثقه علينا في نص الملعب ويتنقلوا الكوره والمراكز وينجحوا. فهو ده الشكل اللي هو يعطل لنا فرقه زي فرقه الترجي، دي بتطمع طبعا ان هي تخطف مننا هدف او يكون لها وجود في هذه المباراه. يعني بمعنى ان النهارده احنا زي ما احنا بنشتغل ب 4-2-3-1، هم نفس المجموعه نفس الشكل 11 لاعب اللي احنا القوام الاساسي اللي احنا شغالين عليهم الفتره اللي فاتت، ان هم يتمثلوا الحقيقه في حسام عاشور وعمرو السوليه واحمد حمودي وليد سليمان اسلام محارب وليد ازارو، وعندنا مروان محسن وصلاح محسن، هم دول الشكل اللي بيتكلموا عنه في التمرين بتاع النادي الاهلي امبارح، عمل هو بعض التاكتكس مع اللعيبه دول في التدويره، حتى لو حصل اي حاجه ازاي يقدر يدخل مروان محسن وصلاح محسن جنب وليد ازارو، وازاي يشكل العمليه من 4-2-3-1 ل 4-5-1 لشكل الفرقه اللي بيلعبها قدامه، وايقاف الاطراف بتاعه فرقه الترجي مع الانطلاقات في التركيز على السرعه
في الكونتر اتاك بتاعنا اللي احنا نقدر ممكن نترجم في الفراغات اللي هي ورا خليل شمام وشمس الدين الزوادي اللي احنا دايما بنقول عندهم ثقه زايده قوي وعندهم بعض البطء برضو الشديد. انما لما تعمل عليهم ضغط كل فرقه شمال افريقيا كابتن بتعمل عليهم ضغط وانت عارف كده كويس ما بي يعني بيتخضوا بيرجع كرة لورا. انت في انطلاقاتك وبتلعب على ارضك وعندك النيرف وعندك الحريه انك انت النهارده تثبت ان المباراه دي النهائيه هنا عندنا في مصر. يعني انا عندي احساس بكره ان انا متاخر بهدفين، لو كسبت الهدفين انا هروح هناك ان شاء الله حتى لو بهدف كابتن هنروح هناك من غير ما يخش فينا جوان باذن الله، هنروح هناك عندنا التفوق، عندنا الارتياحيه ان احنا بنلعب على ارض كويسه قوي بتاعت رادس دي، الحقيقه امكانيات لعيبتك بتبان على الارض دي بدل ما بتروح تلعب في اي حته في افريقيا بتبقى الارضيه مش كويسه. استاذنك بس اخد تليفون من تونس، مهم جدا، واحد من نجوم الكره التونسيه وواحد من نجوم الترجي التونسي وواحد من اللي سجلوا في النهائيات كمان في 2012 لو تتذكروا، نجم تونس ونجم النادي الترجي السابق بالتاكيد وهو لاعب اتحاد العاصمه المنستيري في الوقت الحالي في تونس، الكابتن وليد الهشري. مساء الخير يا كابتن وليد. الله يخليك، مساء الخير يا كابتن، انا برحب بكم ويعني نقدر برشا الشعب المصري والكرة المصرية وبارك الله فيك على الاستضافة وتحية للكل. بالعكس انت مشرفنا طبعا على قناة النادي الاهلي، واحد من نجوم فرقة الترجي واللي كان لهم دور كبير جدا في انت كنت موجود في نهائي 2012 قدام الوداد، مظبوط يا كابتن وليد؟ انا لعبت نهائي طبعا، لعبت نهائي 2012 ولعبت نصف النهائي 2010، يعني كنت مواجهات لا انا بكلمك على نهائي 2011 قدام الوداد، لعبته قدام الوداد اي نهائي ضد الوداد 2011 يعني واحد من الناس اللي عملت واحد من الناس اللي عملت 50% من بطولات الترجي الافريقيه، الترجي كسب البطوله 94 وكسب البطوله 2011، يعني انت واخد بطوله من اصل 2 للترجي، يعني تاريخ كبير في فرقه الترجي. كابتن وليد اتفضل. صح اتفضل كابتن وليد. كابتن وليد الهشري. طيب نحاول نتصل بيه تاني، كمل جملتك يا كابتن شريف. فاحنا بالنسبه لنا طبعا بالتركيز طبعا اللاعبين بتفكر فيه، انا بفكر ان المباراه عندنا هنا باذن الله يا كباتن هي مباراه واحده 180 دقيقه 90 دقيقه هنا و90 دقيقه هنا، لو حصل لنا اخفاقات نقدر نعوضها، احنا ماشيين ان شاء الله يا كابتن، مفيش اخفاقات باذن الله. ان شاء الله. التركيز النهارده والجري وان احنا بنخدم على بعضنا والرجوله اللي انتوا اتكلمتوا عنها كلها والكابتن قالوا الحقيقه في الفنيات يعني اكتر من اي حد ممكن يتخيل، انما هي اللعبه في الماتشات دي واحنا كلنا متفقين وعارفين هي الثوابت، ثوابت بالنسبه لنا احنا والثوابت، حتى احنا كان في الماتش بتاع الوصل ده الاماراتي من احد الثوابت وكنا بنتكلم ان احنا الثوابت دلوقتي عندنا بقت جيده، دخل الجون لوحدها يعني ادام اتلعبت كويس واتلعبت شوطه وهو شايف ان البوكس نفسه انا بلعب كوره في الحته دي ممكن اي حد يرتش عندي او حد يعمل فولو فيها زي ما انا بعملها كده زي ما هو بيفكر كمان. صحيح. زي ما احنا عندنا شريف كوليبالي بيطلع وسعد سمير بيطلع وهم عندهم برده نفس التفكير نفس الشكل، انا شايف ان هم فرقتين كبار قوي الحقيقه هيلعبوا بعض، اللياقه البدنيه هي اللي هتسعف نصف الملعب في كل فرقه فيهم زي ما اتفضلت وقلت يا كابتن سيد كابتن عادل كابتن ماهر ان هم عندهم فرانكوم وفوسيني كوليبالي ده انا شايف ان البلايلي وانيس البدري دول اثنين برضو لا يستهان بيهم طبعا عشان كده عدم السماح للامدادات من نصف الملعب لهؤلاء اللعيبه واحنا عندنا احمد فتحي الحقيقه الجلد والقوه والبتاع فانا عايز استغل احمد فتحي مش في الدفاعات بس الحقيقه انا عايز اخليه يبقى هو احد الناس اللي بتركز عندي في العرضيات باذن الله واختيار احمد فتحي واحد من نجوم اللقاء جاي كتير قوي على الرسائل لكن نرجع كمان لكابتن وليد الهشري واحد من نجوم فرقه الترجي بالتاكيد اتفضل يا كابتن وليد. كابتن سيد ممكن فما مشكله في الاتصال يعني في الشبكه ايوه في الاتصال لا ولا يهمك ولا يهمك طب حضرتك انت سامعنا كده يا كابتن وليد سامعنا كده كويس؟ سمعتوا كويس. طيب خليني اقول لك باحساسك يعني الفني بقى واحساسك كلاعب كوره خاض نهائيات سواء كانت في 2011 واحرز البطوله مع فرقه الترجي وكان موجود في نهائي 2012 واحرز كمان هدف في النهائيات واحد من الناس اللي اسمها بيسجل في التاريخ كواحد من الناس اللي احرزت في النهائيات، رؤيتك في مباراه الاهلي والترجي وهل هي مختلفه عن مواجهه نهائي 2012؟
بداية الحال اخوي السيد تعرف كل فترة وانا اتفق وصرحت يعني كل فترة عندها اللاعبين بتاعها وكل فترة يكون فيها ممكن الفريق اقوى من الفترة السابقة. بالنسبة لي انا كي كنت في ترجي هذه كان فما لاعبين اللي كانوا معناتها ينجموا يعملوا فارق في اي لحظة، كان هذا ان الناس تسترجع يعني وتشوف كيفاش كان سنة 2011 و2012، لكن توا الوقت مختلف. النادي الاهلي فريق كبير وعنده لاعبين اللي تنجم يعني تعمل فارق في اي لحظه، معناها على غرار وليد سليمان ولا حسام عاشور، يعني لاعبين ممتازين وعندهم خبرات ما يسمح لهم باش يغيروا يعني نسق نتاع مباراه. كما تقعد مواجهه بين الاهلي والترجي، مواجهه يعني اللي تنتظرها الشعوب العربيه الكل وحتى في افريقيا الناس تعرف قيمه نادي الاهلي ونادي الترجي. صحيح. مقابله مش باش تكون سهله، باش يكون فيها برشا فرجه، واهم حاجه اللي نفتخروا بها الحقيقه يعني معناها توا حتى كي تسال ممكن في بلدان اوروبا الناس تعرف مع النادي الاهلي ونادي الترجي، ودي حاجه تشرفنا احنا كعرب بالحقيقه. وانا بقول كمان يعني علاقات كل احتراماتنا زاد طبعا 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 طبعا، لكن نعطيهم حقهم نادي البلاد نادي السيف في اخواننا في الجزائر وفي المغرب، لكن الترجي والاهلي في السنوات الاخيره ظهروا اللي هم معناها زوج فرق اللي عندهم شأن كبير يعني في الكره من خلال ارقامهم وتواجدهم في النهائيات، خصوصا النهائيات في دوري ابطال افريقيا. طب كابتن وليد كلاعب طبعا بالارقام كلاعب سابق يعني في فرقه الترجي وتحديدا في مركز المساك، يعني من خلال رؤيتك كلاعب سابق سواء محليا او دوليا مع المنتخبات التونسيه، من وجهه نظرك يبدا معين الشعباني بخليل شمام ومعاه شمس الدين زوادي، ولا ممكن يعمل بمحمد علي اليعقوبي من البدايه؟ وجهه نظرك مين يبدا من الاثنين من الثلاثه دول؟ أنا حسب اعتقادي خالد شمام معناها بالنسبة لي اللاعب اللي لازم يكون موجود يعني في الفريق بصفة يعني قائد فريق، وبصفة معناها المردود نتاعو كان منتظم في الفترة الأخيرة الكل، عنده خبرة كبيرة ويعني هو اللاعب الوحيد مع سامح الدربالي اللي لعب العديد من اللقاءات في رابطة الأبطال. شمس الدين الزوادي لاعب عنده معناتها مهارات، ممكن في فترة سابقة تعرض شوية إصابات، لكن بالنسبة لي المحور الدفاعي يكون متكون من خليل وشمس، على خاطر اليعقوبي صحيح لاعب يعني عنده خصال باهية، لكن المحور الدفاعي يكون مشكل تصور أكثر من خليل شمام وشمس الدين زوادي في الفترة الحالية. اوكي طيب، يعني الاختلاف في التشكيل ما اعتقدش هيبقى وارد، يعني انت هتلعب بسامح الدربال لعدم جاهزيه ايهاب المباركي، وهتلعب بخليل شمام، وهتلعب بشمس الدين زوادي وايمن بن محمد وكلوبالي وكم في نص الملعب والشعلالي معاهم، وقدام انيس البدري ويوسف البلايلي وطه ياسين الخنيسي. اعتقد ان التشكيله دي هي 99% يا كابتن وليد اللي هيخوض بها معين الشعباني اللقاء. الأكثرية تكون هذه التشكيلة المثالية للترجي الرياضي اللي يعني شاركت في المقابلات الأخيرة، نقصد المقابلات المهمة، حتى فما فرق راهو بين المقابلات المهمة اللي في رابطة الأبطال واللي الترجي الرياضي يعني مركز عليها أكثر في الفترة هذه وبين المقابلات اللي في البطولة. شوفوا في البطولة ممكن الترجي الرياضي يغير في التشكيل ويغير في اللاعبين، ممكن يرتح لاعبين، وظهر تركيزه هو على رابطة الأبطال، لكن تشوف في رابطة الأبطال ديما تلقى 95% من اللاعبين اللي يشاركوا بانتظام واللي هم بتكونوا موجودين إن شاء الله بعد غدوة في المقابلة نتاع النهائي. طيب بصفتك واحد من اللعيبة اللي شاركت وكانت موجودة مع فرقة الترجي واللي موجودة دلوقتي في الدوري التونسي بالتأكيد، مين أخطر لعيب في فرقة الترجي ومستواه في الفترة الحالية؟ هل هو أنيس البدري ولا يوسف البلايلي من وجهة نظرك برضو كمدافع، ولا طه ياسين الخنيسي؟ شوف اخويا سيد، انا نحب نعطيكم حاجه ممكن تاع فني يعني. يا سلام، قول 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 وليك شوكولاته. وانت زاده تعرف، وانت اخويا ما شاء الله لعبت برشا كوره، ربنا يخليك. تفضل كابتن. قول وين ممكن انت تبدا يعني تاريخ حساب لاعب
ويطلع لك لاعب ثاني اللي صحيح يطلع له حساب يعني في مقابل. صحيح اجابه محترمه مظبوط يعمل الفارق مظبوط اجابه محترمه. متخيل اللي البلايلي ولا متخيل اللي وليد سليمان ولا ازارو الاهلي صحيح فارق ويعمل الفارق لعيب ثاني خالص لعيب ثاني خالص اه لعيب ثاني خالص يبقى لعيب مختلف خالص يعني انت فاهمني طبعا صح. على الورق فما لاعبين في الترجي نيس بدري ممكن الخميسي ممكن البلايلي هما يعني الناس اللي ممكن تسجل اهداف لكن فما لاعبين على الارقى نجموا يحضروا فارق في الترجي كما زاد في نادي الاهلي مقابلة نهائيات راي تسجل توقع منها صحيح. يعني مفاجآت وهنا بيظهر النجم. طيب عندي سؤال اخير يعني هرجعك للذكريات بالنسبة لك يعني مش عارف هتبقى سعيدة ولا حزينة بالنسبة لنا بالتأكيد كانت فرحة لكن في مباراة 2012 ايه اللحظة اللي وليد الهشري كواحد من نجوم فرقة الترجي فقد الأمل تماما في أثناء اللقاء امتى في الهدف الأول اللي أحرزه جده ولا في الهدف الثاني اللي أحرزه وليد سليمان أو في أثناء اللقاء في أنهي توقيت بالضبط حسيت أن الأمر كان بعيد خالص على فرقة الترجي كابتن وليد؟ هذه حاجة مهمة ياسر باش الناس تعرف زاد اللي راي فما ناس ممكن عندها فكرة تقول لك مقابلة الذهاب كان يسجل الترجي عنده حظوظ كبيرة وإلا كان جاي نادي الأهلي ممكن يلعب في تونس ويقولوا يعني جماهير الأهلي كان نادي الأهلي يسجل في تونس عنده حظوظ هي ممكن أنا عشتها تنجم تكون مغايرة خاطر احنا معناتها عملنا نتيجة 1-1 في مباراة الذهاب سنة 2012 وخسرنا 2-1 في الإياب والحقيقه يعني احنا الظروف ما خدمتناش خاطر كان عندنا لاعب ممتاز وقتها في الفتره ذيك يوسف المستكني تعرض يعني الاصابه وعمل عمليه جراحيه وفوم كمان وفوم كمان وافول يعني افول تحرمنا منهم كيف يعني في وسط الميدان كان فما ظروف لكن عمره ما كان يعني عمره ما كان اللي يسجل في الذهاب راهو كيف نهائيه باش صحيح صحيح ممتاز 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 صح صح انا ممكن كلام معقول كابتن سيد مظبوط صح لكن ممكن انت نجاوبك على سؤالك توا سالتني عليه في مقابله الاياب الهدف الاول الحقيقه ما خوفنيش كثير لكن كي سجل نادي الاهلي الهدف الثاني حسينا احنا كلاعبين وكونها المهمه كانت صعيبه علينا وقتها وحسينا المقابله بدات تنتهي واللي تكون من نصيب نادي الاهلي تمام وان شاء الله يعني المقابله ذي الحقيقه انا معناتها نتكلم ممكن لا ما تكملش خلاص حاسس من صوتك ما تكملش خلاص شكرا شكرا نورت المحكمه شكرا لاعب نحترمك الكل طبعا طبعا يعني بتمنى التوفيق للناس الكل لكن نحب نشوف مباراه جميله صحيح ونفوز الازدر وكذا باذن الله. الترجي والاهلي طبعا علاقه ممتده بشكل كبير جدا ال 90 دقيقه تحسم اللقاء ايهم ياخذ اللقاء او يحسم اللقاء من خلال توفيق ربنا ليه ولا قدراته ومهاراته ولاعبته الف الف مبروك. شكرا كابتن وليد الهاشري كنت منورنا على قناه الاهلي وملعب الاهلي شكرا جزيلا ليك. اتفضل كابتن شريف نرجع عشان النقطه الثانيه يعني اللي احنا قلناه ان احنا عندنا لغايه الدقيقه 20 يا كابتن الاهلي بيبتدي في الاستحواذ في الاستكشاف في محاوله تهديف في اول مباراه ويخليه يبقى هو ليه الاسبقيه في الوقت. في الحاله دي تصاعد اللياقه البدنيه بتاعت لعيب الاهلي بتوصل عند الدقيقه 35 الحقيقه وده بيبقى ليه الذروه في الايه التحكم برده في الملعب حتى لو حصل اي سيناريو غير متوقع يعني. فاحنا باذن الله لعبتنا يبقى عندها قدر مسؤوليه انها بتخلص الحكايه كلها باذن الله يوم الجمعه في الملعب بالمؤازرة الجماهيرية الشرسة اللي احنا بنتعرض عليها في الخارج من حق لاعبتنا ان شاء الله انها تدوق بقى الشحن المعنوي اللي هو بيحرك الجبال فعلا جمهور النادي الاهلي. اوكي طيب المباراة اللي زي كده يا كابتن عادل فيها ثنائيات يعني انا كنت قلت معلومة يجب تصحيحها دلوقتي قلت ان نيس البدري كان عمل 9 اسيست لا هو جاب 7 اهداف وعمل 3 اسيست يعني مشارك في 10 اهداف من اصل 15 يعني ما فرقناش كتير لكن واحد من اخطر اللعيبه. في ثنائيات بقى في الملعب هتبقى انيس البدري مع ايمن اشرف والتركيز يكون يعني حتى بعد المباراه ما تخلص ايمن بخمس ست دقائق يعني تتاكد ان الحكم صفر لان ده اخطر واحد عندهم اخطر واحد عندهم واحد ضد واحد ممتاز على الجول ممتاز كورساته ممتاز بيلعب بيشوط بشكل كويس متنوع بيعمل ثنائي مع الاخ طه ياسين الخنيسي ده رهيب جدا وممتاز جدا ورجليه بتاخد له ال 18 فايمن اشرف تركيز من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره. في ثنائي ثاني موجود احمد
فتحي مع البلايلي ده في الحته الهجوميه، وطبعا ياسين الخنيسي مع سعد سمير اعتقد هو اللي هياخده. لكن في ثنائي بقى عكسي هيبقى وليد سليمان مع كوم، او كوم مع وليد سليمان، ووليد ازارو متهيألي شمس الدين الزوادي اللي هياخده، لان خليل شمام يعني ابطا شويه من شمس الدين الزوادي. ففي ثنائيات على الاهلي ان شاء الرحمن باذن الله انه يبقى عنده الافضليه، احمد حمودي مع ايمن بن محمد او لعب، او اسلام محارب. خلال اللقاءات اللي فيها ثنائيات دي يا كابتن عادل، ايه اللي ممكن يتقال للعيبه؟ الالتحامات ولا الاشتراكات ولا الذكاء والحكمه ولا الهدوء ولا ايه بالظبط؟ ايه اللي ممكن يتقال؟ بدايه هو في نقطتين مهمين طبعا، النادي الاهلي ونادي الترجي فرقتين كبار قوي ما بيتاثروش بالجماهير. يعني النادي الاهلي لما بيروح بيلعب في تونس ما بيتاثرش، وبتروح انت مرتين ثلاثه بتروح تاخد البطوله من هناك. وكذلك لعيبه الترجي عندهم التقل والخبرات، ان برضو الجمهور ما بيأثرش فيهم بالشكل. وممكن جدا هنا الجمهور بتاعنا مع الدفعة المعنوية مع التركيز ومع الأداء، الثنائيات ديت طبعا مطلوبة. مطلوب مننا النهاردة ان احنا مركزين قوي على فريق الترجي وعلى امكانيات فريق الترجي. احنا عندنا امكانياتنا متهيألي انا من وجهة نظر الفنية ان هي اعلى بكثير من فريق الترجي. احنا عندنا معظم فرقتنا كلهم خبرات دولية. أحمد فتحي مفيش حد بوزنه في فريق الترجي. حسام عاشور، عمرو السولية، كوليبالي، سعد سمير منتخب مصر، أيمن أشرف منتخب مصر، هشام محمد من الناس اللي يعني كل الولاد بتوعنا والله الحمد كلهم خبراتهم، أعتقد إن هم مفروض يبقوا نازلين وعاملين حسابنا كويس قوي. وبالتالي بقول مع الروح القتالية يا كابتن لازم يبقى فيه هناك جمل متحضرة. الجمل المتحضرة وهي الكرات المرتدة السريعة من طريق ان انا ما بشتتش، سعد سمير بياخدها بيروح حاططها لفتحي، فتحي الوليد، وليد لأزارو، وأزارو بيجري. أزارو انت بتقول ان فيه شمس الدين اعتقد ان هو اللي هيلعب عليه، مش خليش هيلعب عليه. وليد أزارو ما بيوقفش وبيستنى الراجل يبقى ماسكه، ده بالعكس وليد ازارو بيتحرك في الاجناب وبياخد الكره في الاجناب، ما بيبقاش مدي ظهره للمرمى، دايما بيبقى واقف بميل بحيث انها لما تتلعب له من وليد بتبقى في منتهى الخطوره، ونستغل سرعته مع تكمله وليد، مع تكمله ميدو جابر، مع تكمله اي حد بيلعب على الطرف من الناحيه الثانيه. الثنائيات في الهجوم وفي الدفاع يا كابتن، يعني في عندنا فتحي، احمد فتحي مع اللي هيلعب على الطرف. أنا بس في نقطة اتفضل، يعني هي بس يعني قلقان شوية، احنا عندنا في ثلاثة على الطرف لأن في مؤمن طبعا مستبعد، في عندنا الحمودي وفي اسلام وفي ميدو جابر. احنا عايزين اسلام وميدو جابر، عايزين احنا اثنين من الثلاثة. الاثنين من الثلاثة، في اسلام اعتقد ان هو راجع من إصابة، فهل هو حالته سليمة 100%؟ لأنك انت زي ما انت قلت امبارح والنهاردة اسلام هيبقى مطالب ان الجبهة دي لو لعب ناحية الشمال الشمال بتاعتهم يعني او اليمين بتاعتنا، هيبقى مطالب انه بيأدي دور هجومي ودور دفاعي. مهم جدا. حمودي ما بيقومش بالدور الدفاعي. فانا يعني من وجهه نظري انه حمودي المباراه دي يعني انا ما ابتديش بيه، لان المباراه ديت انت بتلعب 90 دقيقه لابد من توازن دفاعي وهجومي. يعني انا مجرد ما الكوره مع الفريق التونسي انا بضغط، وانا بضغط إذا اتلعبت ببقى اعمل سرعة ارتداد بحيث ان انا اضيق مساحات في وسط الملعب. أوكي. بحيث ان ما حدش يلعب عليا بسهولة. ما بتعملش كرات ونقل وبساط، لا انا بحجزه من تلتين الملعب بحيث ان هو ما يبتديش يعمل الهجمة اللي هي انا استغل في حتة المظهرية احيانا لبعض لعيبة الترجي، في مظهرية شوية احيانا ان هو بياخد الكرة ويحاول ان هو يرقص او يعمل حاجات بالكعب والحاجات دي انا بشوفتها اكتر من مره، انا بستغلها وبعمل المرتده اللي من خلالها ان انا ممكن اجيب هدف. وكذلك انا ايمن اشرف، انا اعتقد انه ايمن اشرف هيبقى الى جانب ان هو ماسك الراجل انيس وماسك كويس البدري، ماسكه كويس قوي، وهيبقى ليه واجب هجومي بحيث ان انيس هيرجع بقى وراه علشان يأمن. صحيح. والصعوبه تبقى هنا بقى الناحيه البدنيه اللي اشار اليها، الصعوبه تبقى موجوده هنا. طيب الدعم الجماهيري مهم جدا في اللقاء ده، والمسانده الجماهيريه مهمه جدا في اللقاء اللي زي كده، وفرقه الاهلي متعوده مسانده جماهيريه من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره، فالجول ممكن يجي في الثانيه الاخيره وده عاده النادي الاهلي. وفي بطوله 2012 الاهلي كان متاخر بهدف
وسيد حمدي جاب جول في الدقيقه 88، يعني الف سلامه لسيد حمدي كان جاله رباط صليبي. فبالتالي الجماهير فضلت طبعا. في اخر خمس ست دقائق يا كابتن عادل يا كابتن شريف يا كابتن ماهر بتآزر وبتساند وبتشجع الاهلي، فدور الجماهير مهم قوي، وما تستعجلش لعيبتك وما تضغطش عليهم، وانتوا عارفين الدور ده وبتعملوه كويس وانا متاكد من كده. عشان كده كان في مبادره حلوه جدا 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 من المهندس اشرف رسلان رئيس هيئه السكك الحديد في مصر، عمل حاجه مهمه قوي نسمعها من حضرتك يا فندم، ومنورنا على قناه الاهلي وكل نجومنا وكل كابتننا بيرحبوا بحضرتك. يا يعني فندم مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين، وطبعا احنا كلنا طبعا في خدمه الفريق الاهلي، يعني بيمثل طبعا مصر كلها، واحنا يهمنا طبعا ان احنا نشارك ولو بجزء بسيط في هذه الاحتفاليه الكبيره العظيمه، واللي بنتمنى فيها طبعا للنادي الاهلي النادي العريق بالفوز ان شاء الله بكاس افريقيا، لان طبعا ده حاجه تشرفنا وتسعدنا، وطبعا دي حاجه بسيطه كده ان احنا نقدر نقدمها لجماهير مصر وجماهير النادي الاهلي. طب اشرح لنا يا فندم، الناس مستنيه، يعني هل في فعلا عدد اتنين قطار مثلا هيتوجهوا من القاهره وهيقوموا الساعه كام، والتذكره هتبقى بكام، والعدد اللي ممكن يركب القطار كام فرد يا فندم؟ اتفضل. هو طبعا احنا ان شاء الله يعني احنا بنشارك بجزء بسيط كده بالنسبه للنادي النادي الاهلي، احنا عندنا في قطر ان شاء الله يوم الجمعه هيقوم الساعه 10 الا ثلث من محطه القاهره، هيروح على طول لمحطه برج العرب. كلام جميل. ان شاء الله مباشره يعني. وفي العوده ان شاء الله هيقوم من محطه اسكندريه الساعه 11:30، ده مخصص فقط لجماهير النادي الاهلي. كلام جميل. كلام جميل. يعني ما يعني طبعا ده خاص لجمهور النادي الاهلي، وطبعا ده مش اول مره، احنا على فكره على طول مظبوط مع طبعا مع الفرق القوميه ومع الماتشات الدوليه بنقوم بالحاجه ديت، بحيث انها تبقى احتفاليه جميله، والشباب يعني الشباب النادي الاهلي وشباب المصري اللي بيشارك يستمتع طبعا يستمتع يستمتع يعني طبعا، يبقى عرس جميل يعني. طب كلام جميل. طب يا فندم التذكره بكام والعدد قد ايه؟ يعني ممكن القطار مثلا يشيل مثلا يعني 500 600 700، والتذكره ممكن تبقى في حدود كام يا فندم؟ لا يا فندم القطار 1200 جميل جدا جميل جدا، وان شاء الله التذكره في حدود يعني ذهاب وعوده 30 جنيه. كلام جميل. 30 30 جنيه دي مساهمه من عندنا من السكه الحديد، بنشكرك طبعا تشجيع النادي الاهلي، وده حاجه اقل اسكندريه برج العرب 30 لا من القاهره للاسكندريه احتفاليه قوميه يعني رايح جاي. كلام جميل رايح جاي. طيب ده رايح جاي يا فندم مظبوط رايح جاي. طيب يعني انت بتعمل الكلام ده لو اي فريق حتى طبعا غير الاهلي هتقوم بيها، لكن سؤال كده يعني نصه بريء، ولاد حضرتك اهلاويه؟ يا طبعا احنا مصراويه في الفريق في اكيد طبعا الماتش ده طبعا ده انا مصر كلها بتشجع النادي الاهلي. كلام جميل. هو قطر واحد بس. طب انا بحيي حضرتك مره ثانيه، وده معتاد عليكم، والف الف شكر يا فندم، ويعني اعتقد ان الكلام ده يدي بيدي ارتياحيه بشكل كبير قوي، وانت كمان في يوم جميل قوي قوي، يعني خد سندوتشاتك بقى، خد حاجتك عصيرك كل حاجه بتاعتك، وهيص المباراه تبدا معاك من الساعه 10 في اطار جو جميل قوي 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 يا كابتن شريف يا كابتن عادل يا كابتن ماهر، يعني يوم جميل قوي، شجع من وانت رايح، يوم جميل مش هيتنسي. فاعتقد لما يكون في تجمع كلهم رايحين مكان واحد بتدي يعني اجواء مهمه جدا وحاجه حلوه جدا يا فندم. ان شاء الله يا فندم كده بالتوفيق للنادي الاهلي وفريق مصر اكتر من قطار يعني باذن الله. وبشكر حضرتك مره ثانيه، واسره قناه الاهلي واسره ملعب الاهلي بيشكر حضرتك. شكرا جزيلا مهندس اشرف رسلان رئيس هيئه سكك حديد مصر، شكرا جزيلا لحضرتك. اتفضل. نجده في اكتر من قطر يعني ما يبقاش اكتر. 1200 كويس، 1200 كويس مش وحش ان شاء الله. يبقى عندنا 60000 مش كده؟ 60000 زيد عليهم 10 بلس 10 ان شاء الله. بلس 10 ان شاء الله. طب قطرين ثلاثة كمان يعني، انت بخيل ليه يا سيد؟ ان شاء الله. كتر حلوة الرحلة اللي انت بتتكلم عنها دي. اجواء حلوة طبعا. والله انا لو ما كنتش يعني لو مش هبقى موجود هنا انا اطلع معاهم وتبقى رحلة جميلة. انما يا ريت برضه عندنا بعض النجوم لو رايحين هناك يبقوا مع الناس في القطر والشحن والجمال. يعني الشكل طبعا، وطبعا بنطلب من الجماهير كمان يعني التشجيع البحت للنادي الاهلي. لا ده ما تخافش منه. دور الجماهير هتعمله هتعمله، ومن القلب كمان. يعني من القلب، يعني احلى حاجه بتميز النادي الاهلي قلبه مش على عكس لون فانيلته، قلبه ابيض. جمهور الاهلي قلبه ابيض جدا جدا، فهتلاقي الدنيا كلها ربنا بيديك بقى في بلس 90 94. ده انا عملت احصائيه، تخيل الاهلي ممكن تبقى النادي الوحيد في العالم بلس 90 82 جول من 2005 لحد دلوقتي، 82 جول
بلس 90، وفي الدقيقه 94 بقى، يعني مش 91 ولا 92 ولا 93، 94 94 10 اهداف. انا خدت سنه بحالها وانا بلعب سنه بحالها، بنجيب الجون من الدقيقه 89 وانت يعني ما كانش عندنا وقت ضايع زي دلوقتي، متورثينها يا سيد. احنا كان الحكم 90 دقيقه ما عندناش وقت ضايع، تخيل متورثينها. اجيال 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 الحكم حسب عندنا ايامنا احنا 90 دقيقه، حتى الجمهور النادي قال لك 30 ثانيه يقول لك ده موالي، الجمهور النادي قال لك هنروح اخر ربع ساعه او ثلث ساعه اللي بيجي فيها الجوال. طيب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان اتفضل يا كابتن عادل، جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد طبعا، مش 12 صحيح، ان هو ده هو ده النادي الاهلي بالظبط صحيح. طيب وعشان كده انا عارف دور جمهور النادي الاهلي هيعمله على اكمل ما يكون، وعارف واجبه كويس قوي. كابتن ماهر الاثنين كتاب مفتوح، انا ممكن اقول لك التغييرات يعني. يعني هيثم الجويني لو ما بداش، ودي نسبه 1% على حساب طه ياسين الخنيسي، لو هيثم الجويني ما بداش هيكون له يعني مشاركه في الشوط الثاني، وسعد بكير لو هو عايز يجيب هدف اوكي او عايز يستحوذ بشكل كبير جدا، سعد بكير اللي هو رقم 10 بالنسبه له. وفي خط الدفاع ممكن يلعب حسين الربيعي لو حصل حاجه لايمن محمد اللي هو الباك رايت، ما اعتقدش انه يغير في السرد باك فينزل حسين الربيعي، او محمد علي اليعقوبي لو حصل حاجه في السرد باكات. وفي نص الملعب ما هيلعب مثلا محمد امين المساكني. يعني التغييرات وطريقه اللعب والتشكيلات وكل حاجه محفوظه عند الفرقتين بالزبط. فالاهلي والترجي كتاب مفتوح للفرقتين يا كابتن ماهر. بالظبط يا كابتن زي ما قلت، وهم فرقتين كبار ليهم تاريخ وباع كبير جدا واصحاب بطولات اذا كانت افريقيه او محليه. لكن عايز اقول لك يا كابتن سيد، يمكن قبل ما بنطلع انت اتكلمت على حتى على طرق اللعب بالنسبه للنادي الاهلي، انت ازاي اقدر استغل الكونتر اتاك. يعني برضك بس يعني ايه كره مرتده؟ الناس عايزه تعرف يعني ايه كره مرتده يعني وتتعمل ازاي. يعني من ضمن الحاجات اللي نقدر نضرب يا كابتن عادل الترجي وهو موجود في وسط ملعبنا، يعني هو بيهاجم عليك هيهاجم على الاقل بخمس ست لعيبه، فانت النهارده فرصه ان عنده مساحات هتفضى ورا ظهره، لان هو لما يبدا يخش نص ملعبنا هيبقى في مساحه كبيره جدا بالنسبه له في خط ظهره. فاحنا بالنسبه لنا الكونتر اتاك زي ما سيد قال، لو اتعملت يا كابتن واحنا بنقطع من تحت من عند كلوبالي ويبدا يعمل الباص اللي هو الامامي لنص الملعب بدل ما يحضر على الاطراف، ده يا كابتن بدايه الهجمه او بدايه الكونتر اتاك او بدايه الكره المرتده السريعه. لما تروح لنص الملعب السليه يقدر يلم ويقدر يلعب للخط الامامي بسرعه، هنا يا كابتن هنقدر نضرب عدد كتير جدا من لاعبي الترجي اللي هم موجودين في نص ملعبنا. ودي محتاجه تدريبات يا كابتن سيد، يعني محتاجه وعي من لعيبه النادي الاهلي. لكن لو انت قطعت في نص ملعبك وبدات تتحضر على الاطراف وهم عايزين كده، اللي بيقوله كابتن ماهر ده مهم جدا. يعني في وقت من الاوقات يعني اول ما تعمل عمليه الاستحواذ او استخلاص الكوره، صح التعبير استخلاص الكوره، ممكن في اللحظه دي ما تعملش الاستحواذ بقى ولا حاجه، يعني واحده في الثانيه اللي هو الباص الامامي يا كابتن سيد اللي بقطع بيه يا كابتن عادل، بضرب فيه يمكن ثلاث اربع لعيبه من الترجي راس حربه مع اتنين بيكملوا معاه مع اطراف، فانا الباص ده من كلوبالي وانا بقطع بدل ما احضره ابدا العبه لقدام، اسلم لنص الملعب عاشور اللي قدامي ب 10 متر او 12 متر، السلي اللي قدامي واخد بالك. ده كابتن بدايه كونتر اتاك وبدايه الكره المرتده السريعه اللي احنا نقدر نضر بيها الترجي. عكس كده هو شايفك، هو عايزك تعطل الكوره الباص الجانبي وبعدين ترجع لورا وبعدين تتحضر على الجنب تحضر لقدام، يكون هو رجع نص ملعبه وبدا يتمركز. دي وقفتهم دي وقفتهم على يعني وقفتهم الدفاعيه جابلنا الوقفه رباعي طبعا. الوقفه الصحيح بالنسبه له، ان هم بيتقنوها كابتن عادل كابتن ساده كابتن شريف بيتقنوها بشكل كبير جدا يا كابتن. ان هو عنده حاجتين، اول ما الكره بتتقطع منه بيبدا يرتد دفاعيا مش هيضغط عليك من قدام، هو هيرجع نص ملعبه على اساس ان يقرب خطوطه 35 يارده يبقوا قريبين من بعض، يقفل عليك المنافذ او الثغرات اللي ممكن يتضر منها، وعنده بطء مثلا في قلبي الدفاع. لكن لما قدامه أشخاص قريبة منه مش هتلاقي الجزئية دي. باكين لمين للداخل مش هيبقى برضك مشكلة بالنسبة للعمق. لازم كمان نفكر على الأطراف زي ما أنت قلت يا سيد، مجاميع يا كابتن عادل يا كابتن شريف. يعني إحنا عندنا مجاميع مثلا أحمد فتحي وأحمد حمودي، محتاجين اختراقات على الأطراف بشكل كبير جدا يا كابتن. وبعدين الكورسات العرضية بص شكلهم عامل ازاي، انا شرحته امبارح، انا جبت اللقطة دي امبارح، ده شكلهم بص عاملين ازاي كلهم يا كابتن سيد، ده كل ده في حالة دفاعية في نص الملعب بقى 35 ياردة الشكل ده عددهم زيادة، تحس ان عددهم زيادة صعب جدا انك انت تخترق كتلة
المنظمة طيب. بهذا الشكل. كابتن شريف يدخلنا في دي واحد من العناصر اللي كان عندها الحلول دي عشان تحل أي لغز في تكتل دفاعي، لازم يبقى عندك مهارة كويسة. طبعا لازم تعدي الخطوط دي بمهارة فردية عالية جدا. أحمد حمودي ممكن يبقى له دور حلو قوي بقى هنا. هو احنا كلنا طبعا مركزين على الحاوي وليد سليمان، بس أنا عايز أقول لك على حاجة. خلينا نذكرنا نرجع بينا كده ماتش وفاكس الصيف آخر 10 دقايق. احنا رحنا للكونتر أتاك كتير جدا. وكل اللي وصفه ماهر ده فرقتنا ضربت في عز ما احنا كنا بنلعب بتسعة لعيبة كمان لإصابة صلاح محسن. صحيح. انما احنا كان عندنا انتفاضه كانت مساعداك. بص انتفاضه من صفر وانتفاضه بتسعه لعيبه وعدم الخوف والجرأه وانت مهجوم عليك وهم مضيعين كام كره عرضيه، انما انت كان عندك النيرف، عندك لسه السرعات، عندك اللياقه اللي شايلاك. الراجل وليد ازارو راح للجون يا كابتن مرتين، حمودي ومؤمن زكريا حمودي مر جول ما يروحش. عملنا 3 4 كور في 10 دقايق يا كابتن، نطلع كسبانين 4 5 6 7 في ال 10 دقايق دول. هو ده الكلام اللي انتوا كابتن ماهر كنت بتتكلم عنه انت، فانا شفت الصوره دي يا كابتن. طب انا شفت الكلام اللي قاله ماهر ده كله في التفوق بتاع فريق وفاق الصيف، وانا بلعب 9 لعيب. اذا هو اللاعب هو اللي بيحدد لي النهارده اللي كابتن سيد قال عليه دلوقتي، ازاي انا اعدي من الخطوط، ازاي اضرب واحد واثنين بوان تو، او انا اعمل نفسي هعمل تشيب واروح مراوغ واحد ورايح. دي بتضرب خطوط كتير قوي ومش عايزه تحصل فيا، يعني اللي انا بعمله في النت ما يطلعش علينا. لا احنا عندنا الجلد يا عم عمرو سوليه وعصام عاشور. احنا النهارده كنا بنقول الشكل اللي هو التقارب اللي انت فيه ده، انما حتى ايمن اشرف يا كابتن التقدم بتاعك اشرف بعد نص الملعب بشويه، وانا عارف انك بتعرف تلعبها بشمالك، مفيش بقى اللي هي نروح لغايه الكورنر هناك ونسيب واحد زي انيس ده والناس اللي هي عندها الارتداد زيك والسريع. فلازم عمرو السوليه كمان ياخد باله من قصه ايه التقدم بتاعه ايمن اشرف وحسام عاشور مع احمد فتحي الحقيقه، او الهاف اللي هيلعب ناحيه اليمين. خليه يزيد يا كابتن. ما هيزيد. خلي ايمن يزيد، لازم اعمل السبورت عليه يا كابتن. ما تخلي ناحيته، ما تخلي البدر يرجع معاه. بدري مين؟ البدر يرجع معاه، ولا هيرجع ولا يشوف ولا بيعرف. طيب يبقى ايمن لما يطلع كابتن. ايمن لما هيطلع كابتن احنا شايفين شكل خطوره، احنا شايفين ان انت البدر ده ما بيرجعش. البدر ده شغلته لغايه نص الملعب بتاعه، وبالتالي لما يبقى فيه بقى تونس. وبالتالي لما فيه يبقى في وليد مع بدري مع ده عايز يسرقك يا كابتن. وبعدين يسرقوك والله زي ما بقول لك كده. هي سهل عليا ان عمرو سوريه بس يبقى اوير واخد باله مفتح لقصه ان الراجل ده فعلا تقدم عندنا، واحنا ما نضربش في الكونتر اتاك ده، لا احنا اللي نضرب. ايمن 23 سنه 24 سنه ده، يعني ال 75 متر دي يعملها مش 90 دقيقه، يعملها 120 دقيقه. ايمن قوي، راجل رجوله، حالته البدنيه عاليه. أيوة. جدا معنويا عالي جدا. منتخب مصر حسب السنه اللي فاتت كابتن حسب 20 دقيقه وانا متفوق 1-0 وانا متفوق 1-0 بتدب فيا روح، ببقى باكل الملعب كله. بس كابتن سيد كابتن عادل، الصعوبه ان هم مقروسين مننا بقى لهم اكتر من مباريتين ثلاثه. خد بالك، لا بس انا قلت حاجه مهمه يعني جدا، محظوظين علينا جدا. لا قلت مواجهه الاهلي، مواجهه الاهلي مع الترجي المره دي هتبقى الاقوى والاشرس، يعني هو النهارده يا كابتن عادل عايز يستوعب الدرس بقى، مش عايز يغامر معاك. هو عارف ان لما بيغامر مع النادي الاهلي ده اللي عايز يستوعب الدرس، كل مره يضحك عليا ويجيب فيا جول ويستحمل انطلاقات النادي الاهلي. طيب بس عشان تعرفوا ان المره دي مختلفه شويه، مختلفه عن كل مره يا كابتن عادل، وطريقه كل مره. الراجل اللي كانت صورته موجوده من شويه اللي هو معين الشعباني ده، كان له تواجد مع فوزي البنزرتي في الجهاز الفني، كان مساعد لفوزي البنزرتي، وكان متواجد مع خالد بن يحيى اللي هو تم اقالته من حوالي شهرين او شهرين ونص، وهو اللي يتولى المسؤوليه الفنيه في الوقت الحالي. عنده 37 سنه على فكره. عايز اسمع منك، المدرب لما يخش على بطوله باهميه دوري ابطال افريقيا وهو في السن ده وجديد على الصنعه او جديد على القياده الفنيه، وهو طبعا شخصيه على فكره عقليه فنيه جباره، انا اتكلمت معاه كتير يعني ومحترمه جدا لاقصى حد يعني، لكن اسمع من حضرتك. وفي نفس الوقت عنده خبرات في التعامل مع الاهلي، يعني فوز البنزرتي شخصيه غلباه، شخصيته غلباه، ساعات بيبعد عن المنطقيه والواقعيه فيلعب من قدام شويه وخطوطه تبقى كلها طالعه لقدام حتى لو كان كسبان او حتى لا مش كلاسيكي، ده هو بالعكس ده مغامر، مغامر جدا. لكن خالد بن يحيى كان اقل شويه من فوز البنزرتي، ده هيبقى عنده الحتتين، عنده درس الماضي مع فوز البنزرتي ودرس الماضي مع خالد بن يحيى. من وجهه نظرك اسمع الاجابه على السؤال الاول، في مواجهته للاهلي وهو اولى دوري ابطال افريقيا او نهائي دوري ابطال افريقيا. هو في نقطتين، نقطه ايجابيه ممكن جدا ان دايما المساعد لما بياخد الفريق وبقاله فتره طويله معاهم يبقى في نوع من الحرص ومش عايز يتغلب بالظبط، فبيبقى مأمن شويه. بس برضه بينعكس على معنويات اللعيبه. انت عارف برضه الجماعه اللي في العربيه دايما بيحاولوا
يقول لك انا الحته دي بالنسبه لي يعني انا مش مقتنع بيه قوي، ده راجل كان نمره اتنين وانا ما يعني الحته دي برضو اذا هو شخصيته فرضها على اللعيبه واللعيبه حباه، وهو طبعا كان نمره اتنين ونمره اتنين دايما بيبقى بعيد عن القرار، وبالتالي بيبقى واخد اللعيبه في حضنه بحيث ان المدير الفني لما بياخد قرار فيه صرامه بيبقى المدرب المساعد بياخد اللعيب ويحاول ان هو دوره يلم من ورا المدير الفني. تمام يا كابتن. الحته دي هتبقى ممكن تبقى ايجابيه، وبرضه انا اتمناها تبقى سلبيه، انه يعني يبقى فيه برضه كل واحد عايز انا طب انا ليه ما بقاش انا الترجي يبقى عنده خواجه زي النادي الاهلي والى اخره. هو قال النادي الاهلي كويس وعنده شخصيه عقلانيه وعنده توازن، علشان كده لما ابتديت كلامي والكباتن ابتدوا كلامهم ان احنا عايزين نعمل ما نديش العصايه اللي احنا ممكن حد يضربنا بيها. انا مش عايز استحواذ في وسط الملعب، لا انا عايز مرتدات سريعه وكره سريعه، واحده اثنين ثلاثه جول، واحده اثنين ثلاثه خطوره على المرمى، ضربات ثابته وليد سليمان يشتغل عليها، كورنر يطلع كوليبالي ويطلع سعد سمير وعمرو السوليه وليد ازارو، يعني عندنا في الكرات الثابته هتبقى خطر جدا، وده اللي احنا بنوصله للعيبه مستغلها صح. والفاولات القريبه بنستغل برضو حارس المرمى المتهور اللي عنده برضو احيانا بيخرج صحيح. بطريقه مش ايجابيه. هو معز بن شرفيه يعمل احسن جيم في حياته يتلاقيه وحش جدا، لان هو حركي بيتحرك كتير قوي وبيقعد مش عايز اقول متهور بشكل كبير قوي، لكن في 2012 مثلا عمال يتحرك في 18 فكان كويس، فاوقات كتير بيطلع غلط لان رجليه بتاخده ما بيعرفش يبقى ثابت قوي يعني، لكن هو جون مش وحش على فكره. لا مش وحش، بيقول لك احيانا بيبقى طلوعه للمرمى طلوعه توقيته مش مظبوط نتيجه ان هو يمكن ما بيلعبش باستمرار. لا بيلعب، بس هو زي ما انت قلت زي ما انت وصفته كده عنده شبه تهور شويه. تهور شويه احيانا القرار بتاعه ما بيبقاش سليم. لما يكون وليد سليمان في سرعه، ازارو في سرعه، ميدو جابر في سرعه مع التكمله دي هتبقى احنا لينا اليد الطوله، ما نديلهمش حته المساحه اللي في وسط الملعب ان انا انقل واعمل تحضير زياده، انا عايز كره سريعه فيها ايجابيه فيها خطوره باستمرار مع الدفع الجماهيري القوي جدا اللي احنا يعني منتظرينه ان شاء الله. الجمل اللي المدير الفني والتشكيل اللي هيبدا بيه اعتقد ان التشكيل كلنا متوقعينه باستثناء الجانب اليمين. انا من وجهه نظري يا اسلام يا افضله عن حمودي في المباراه ديت، لانه الجانب الدفاعي هيبقى في منتهى الخطوره، لان انا عندي الماتش الثاني بعد 7 ايام، والماتش الثاني اعتقد ان انا هناك انا وارد جدا ان انا اكسب هناك، وارد جدا، لانه هم هناك زي ما حضرتك عملت احصائيه بيتغلبوا في ملعبهم كتير جدا، وبيجي فيهم اجوال كتيره جدا في ملعبهم، ده نتيجه انه الاندفاع مع عدم الحرص. طيب اكد على الاحصائيه اللي كان بيتكلم عليها كابتن عادل من شويه، هم عندهم 15 هدف من اصل 12 مباراه، المباراه اللي جايه هتبقى 13 واللي بعدها ال 14، وده مجموع لعب الترجي حتى النهائي، عندهم 15 هدف منهم 13 هدف لصالحهم على ارضهم على استاد رادس وهدفين بره ارضهم. الغريب اللي اشار اليه كابتن عادل ان هم عندهم 8 اهداف استقبلوها في شباكهم، 7 على ارضهم، 7 على ارضهم من 8، وجول واحد بس بره ارضهم، السبعه كانوا 2 من كامبالا سيتي، واثنين من اول اغسطس، وواحد من الاهلي لما جاب وليد ازارو الهدف، وواحد من النجم الساحلي في لقاء دور الثمانيه، وكان واحد في الدور التمهيدي. مباراه واحده بس اللي احرزوا او دخل فيهم هدف خارج ارضهم كانت مباراه اول اغسطس، وده يديلك ان الفرقه دي على مستوى الخارجي او بره ارضها بتبقى مركزه جدا جدا جدا، زي ما شرحنا الخطوط كلها بترجع، وقال كابتن ماهر ان الاشخاص بيبقوا قريبين من بعض فصعوبه اختراقهم، بدليل ان هم من اصل 6 مباريات لعب 12 اكيد في 6 بره، فمن اصل 6 خارج ارضهم مع بقى خروجهم بره سواء كان قدام الاهلي في مصر او قدام اوغندا كامبالا سيتي او تاونشيب في بتسوانا او حتى النجم الساحلي او اول اغسطس دخل مرماهم هدف واحد. فاصل ونعرف كابتن راي او نعرف راي كابتن ماهر همام في الثغرات الدفاعيه اللي لو تفتكروا استغلها سيسي واستغلها خالد قمر في مواجهه الترجي مع الاتحاد السكندري، والبعد ما بين السردباكين من خلال رؤيه فنيه طبعا دفاعيه خاصه بكابتن ماهر همام.
اهلا بكم من جديد والجزء الاخير من حلقه النهارده من ملعب الاهلي. لكن قبل ما اطرح سؤالي اللي قلته قبل الفاصل لكابتن ماهر همام، ما تنسوش يوم الجمعه ان شاء الله الرحمن هيكون عندنا احتفاليه كبيره جدا هتبدا الساعه 3 ان شاء الله الرحمن بقى خلال الصحافه والارقام والتواريخ ومباريات النهائيات وكل حاجه خاصه بالنهائيات الافريقيه للنادي الاهلي. هتكون موجوده معاكم تغطيه كامله شامله داخل الاستوديو هنا وخارج الاستوديو على الجماهير في الشوارع في النادي في كل مكان في مصر. لازم يكون علم الاهلي وتيشيرت الاهلي واللون الاحمر مغطي مصر كلها يوم الجمعه ان شاء الله الرحمن 2 نوفمبر في اولى مباراه الدور النهائي. الاولى هتبقى على استاد برج العرب والثانيه هتبقى استاد رادس باذن الله. كابتن ماهر، كنت بتكلم على الثغرات الدفاعيه والتمركز ما يعني شمس الدين زوادي وخليل شمام، واستغلها الاتحاد السكندري عن طريق سيسي، واستغلها خالد قمر برضه في اللقاء الترجي الاول والثاني من خلال الصور اللي هعرضها لحضرتك، لكن اتكلم بالتفصيل. بالظبط، هو اللي عمله بس المدير الفني او المدرب ان هو جمع خبرتين في قلب الدفاع بالنسبه لشمس الدين وخليل شمام. لكن احنا كلنا اتفرجنا عليهم يمكن في مباراه الاتحاد والمباراه اللي قبل كده، هم عندهم بطء بشكل كبير جدا من ناحيه الرقابه، من ناحيه التحرك، من ناحيه التغطيه، من ناحيه الميلان. ازارو لو في حالته الطبيعيه بسرعاته وخلق مساحاته حتى الضغط عليه، يعني يمكن ازارو جاب هدف هناك يا كابتن عادل لو تفتكروا لما ضغط عليهم الراجل الكعب اللي فيها شمس الدين ده قدر ازارو يخطفها منه. صحيح. في الضغط عليهم. طب بص الاثنين دول يا كابتن، دول السردباكين بتوع الترجي، وده اللي هتجي له الكوره ده خالد قمر في ماتش اول اغسطس. لا ده في ماتش البطوله العربيه. فالنهارده تمركز الاغسطس كان لابسين اخضر برضه. الضغط عليهم يا كابتن. بص باين قوي هنا على حضرتك. هنا بص حضرتك هنا باين قوي طبعا ان هم التمركز بتاعهم والرقابه بالنسبه لهم في واحد ماسك والتاني طبعا سايب خالد قمر بشكل كبير جدا. حتى يمكن الخط بقيه الخط يا كابتن سيد الباك رايت طبعا بعيد خالص عن وجوده في المنطقه التغطيه بتاعته. يمكن الباك ليفت يمكن ضم من جوه بعض الشيء. حتى الاثنين اللي هاف الديفندر اللي موجودين على خط واحد، مفروض واحد يا كابتن يبقى قدامهم. دي التانية بقى. يعني بص ده التانية. عايز اقول لك الكروس العرضي بقى يا كابتن سيد. مهم جدا الكروسات العرضيه، مهم جدا في لقائنا ان شاء الله من ناحيه اليمين من ناحيه احمد فتحي وحمودي لو لعب، يبقى واحنا بنخترق لازم الكروسات العرضيه يا كابتن سيد اللي في المنطقه داخل المنطقه المؤثره اللي بين السكس يارد وضربه الجزاء هم ما بيعرفوش يتعاملوا معاها. عندهم مشاكل كبيره جدا من ناحيه الكروسات العرضيه. نادي الاتحاد الاسكندريه شوف عنده ثلاثه داخل الصندوق ده، عنده الرغبه في الهجوم بالنسبه للكثافه العدديه. ما انت عشان كده يعني لك دي الاولى. بس ارجع للي قبل كده دي بس عشان في حاجه عايز اقول لك. كمان ان واحد ضد واحد يعني عشان البطء بتاعهم الفرص اللي بيبقى فيها ازار واحد ضد واحد لازم يروح. واخد بالك النقطه الثالثه ان احنا هما بيقفوا على خط واحد نقدر وليد سليمان وازارو يقدر يعمل الدبل باص او الوان تو اللي هو في العمق كمان اكتر ما بيبصوا على طبعا على كاتشيف بيقول ملحوظه كمان مهمه جدا يا كابتن ماهر. بيبص على الكره، هو ساب اللي وراه خالد قمر جاي اصلا بيعمل خالد قمر عامل ازاي يعني استد باك واقف غلط والباك حتى كمان اللي عامل كفرنج كابتن سيد واقف غلط اللي هو الباك اللي هو العكس الباك رايت لازم يخش دوب لجوه شويه عشان يقدر يغطي الكروس العرضي اللي هيتلعب وهيعدي. اذا التمركز ان شاء الله الرحمن يبقى كده ونستغله باذن الله. الثالثه بقى اللي هي كانت في جول اللي في اسكندريه. بص اللي واحد ضد واحد دي مهمه جدا. ادي فرصه لاخوك بقى. اتفضل سيبه كمل. لا انت بقى لعبتك دي طبعا واحد ضد واحد بيبان اللياقه في اللي هي في ساعه الماتش ده. احنا ده ناقص 10 دقائق ناقص ربع ساعه اللي احنا اتكلمنا عنه في فوق الصيف. احنا دايما كلعيبه النادي الاهلي ما شاء الله ارتفاع اللياقه بتاعتك بياخدني ويروح حسب اجواء المباراه. ويا سلام انا لو متفوق كابتن عادل في المباراه بتديني قوه اكتر قوي، بحس بلعيبتي يعني متمكنه. الحته بقى الفرديه اللي عايزها كابتن سيد عبد الحفيظ اللي هي واحد ضد واحد ويضرب فيها خطوط، لما ببقى كسبان بجدها كل العين هتروح على مين؟ هتروح على وليد سليمان وليد ازارو. احنا بقى عايزين اسلام محارب لو لعب ان شاء الله يستغل الكلام ده، يستغل حمودي وهو بيلعب الشيب اللي بيلعبها في خط ال 18 على الشكل اللي احنا شفناه ده، ما بيشوفوش اللي جاي من ورا، كلهم بيبصوا على الكوره جايه منين يقدر. بس دي المره دي مش سردباكين، ده سامح الدربالي. ده ما هو ضامن، بس مش شايف مين اللي جاي وراه. يعني هو باصص على الكوره. الباك رايت هو هجوميا كويس، لكن دفاعيا بحكم السن والحته السرعه قلت شويه. والله يا كابتن هقول لك على حاجه، ربنا وفقنا، خلينا بقى نتكلم كوره بقى، لو ربنا وفقنا بجول او اثنين باذن الله في المباراه هم
تفكيرهم كلهم دلوقتي ان هم عايزين يعملوا ريفنج. انت بقى بتلعب على الكونتر اتاك السريع اللي انا شفته اللي انا بتمناه واللي هو املي ان شاء الله ان احنا نخلص المباراه هنا اللي احنا اخر 10 دقائق شفناها في ماتش فاكستيل. اوكي كان عندهم ثلاثه عندهم انذارات كوم وشمس الدين زوادي وعندهم كمان الشعلالي تهيالي الشعلالي مظبوط كوم و ثلاثه اوكي هنا برضو حته تحفظ في الاشتراكات والالتحامات. لحد دلوقتي الاتحاد الافريقي ما اعلنش بشكل رسمي مين حكام اللقاء. فزوره مفاجاه فزوره قبل نهائي دوري ابطال افريقيا ولحد دلوقتي ما فيش رسمي. مش جسامه؟ لا مش جسامه، لا انا اعتقد ان هو مهدي بن عبيد الجزائري، اعتقد ان هو مهدي بن عبيد، لكن ايه يعني هي مش عمليه سريه يا جدعان، يعني منسق ليبي تقريبا والمراقب مغربي او العكس. ولحد دلوقتي حكم اللقاء هي طبعا مش فزوره قوي يعني، لان هم موجودين هنا في الفار، هم موجودين هنا بيتمرنوا على الفار، بس وحده حتى التحكم في الفار ما نعرفش هي هتبقى موجوده فين في انهي بالظبط يعني جات. مش عارفين بقى مش عارفين، لكن تقريبا يعني بنسبه 99% هو مهدي بن عبيد لانه هو موجود هنا اساسا، فمش محتاج لا تاشيره ولا دخول ولا تذكره ولا اي حاجه من هذا القبيل. كنت سالت حضرتك سؤال بس نسيته انا. لا في نقطتين مهمين في غايه الاهميه. انذارات من انذارات لا 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 قبل الانذارات في نقطه كان الكل بيتكلم عنها حتى المكالمات اللي جايه من تونس، مين اخطر واحد في النادي الاهلي؟ كله بيجمع ان وليد سليمان لازم يبقى فيه رقابه عليه، وبالتالي في فرانك كلنا بنتوقع ان هو راجل عنيف قوي قوي ممكن جدا ان هو صح يمسك وليد. مفروض من وليد ان هو يسقط يستلم ولا يبقى على ال 18. بس انا عندي احساس، تعرف مين هيبقى نجم اللقاء؟ عندي احساس مش وليد سليمان، وليد سليمان اخطر واحد طبعا، بس عندي احساس المره دي ان اسلام محارب ممكن يعملها. يعني انت بتاخد مين هو اهم اللقاء؟ اهم لاعب في اللقاء عمرو السوليه وكابتن عادل بيتكلم على انا دلوقتي إيه؟ انا دلوقتي وليد سليمان انا ما بقاش في وسط الملعب بستلم من حسام ومن عمرو السوليه، لا انا بقى جنب وليد ازارو وابتدي اسقط على على الجناب واستلم منه. اذا استلمت ودورت ما فيش مشاكل فانا لعبت بقى الباصه اللي انا عايزها شوط هنقرب. اذا اتعامل معايا يبقى في فاول بول، فاول بول يبقى قريب من ال 18 زبط. يبقى انا كل شويه باخد فاول بول على ال 18. حاجه ثانيه وهي في الجانب الدفاعي، الباك اليمين سواء سامح او ايمن لما الكره بتبقى ناحيه الناحيه العكسيه بيضم قوي، ما فيش حد بيسقط علشان يبقى مع الراجل المهاجم بتاعنا اللي ناحيه اليمين. فدي لو خدنا بالنا منها، ايمن لو زاد واحمد فتحي زاد او اسلام زاد في الحته دي تتلعب له هو صحيح. لان كله هيبقى عامل الكثافه على المرمى. هقول لهم وكذلك بقى. الجانب العكسي سامح برضه بيضم قوي الباك رايت بيضم قوي مع السردباكين، وبيغفل الجانب العكسي انه بيبقى فاضي خالص فدي برضه ما هتبقى في منتهى الخطوره. الجانب العكسي او اللي هو مش متشاف تقصد؟ نعم مش متشاف لان مفيش حد بيرجع محدش بيرجع علشان يبقى مع الراجل ده يعني مع الكرات اللي هي الحركيه اكنها ثابته زي ما يعني حتى وليد ازارو يعني العرضيات اللي كان فيها كابتن عادل دي وهم بيضموا مش واخدين بالهم اي زياده عدديه داخله بتبقى الناحيه الثانيه بتشكل لهم مشاكل بتبقى على بعيد عن 6 يارد حاجه بسيطه يعني. اوكي طيب يعني خلاص انا فاضل لي دقيقه بالظبط، حد عايز يقول اي معلومه جديده ممكن تفيد؟ انا اشوف الكباتن كابتن الكرات الثابته اللي علينا يا كابتن سيد مهم جدا ان احنا على قد ما نقدر ناخد خارج ال 18 ناخد بالنا. اوكي عشان هم بردك مميزين فيها بشكل جيد يعني. كابتن شريف الهدوء والتركيز والتمكن ان شاء الله على ارضنا باذن الله. كابتن عادل الروح القتاليه مع التفكير والتركيز، روح قتاليه مهمه جدا مع التركيز طوال ال 90 دقيقه، وبعمل حسابي ان انا بشكل خطوره وما يجيش فيها جول، بشكل خطوره وما يجيش فيها جول. التوازن ده مهم جدا مع مراعاه ان في 90 دقيقه ممكن جول زي ما حضرتك تفضلت، الجول بيجي في ثانيه. فانا ما اناش مستعجل لكن انا بعرف امتى اخد الحاجه اللي انا عايزها من المباراه واخدها في التوقيت اللي ربنا هيديهولي. التوفيق باذن الله معانا باذن الله تعالى، وال 60,000 و70,000 اللي هيبقوا موجودين ان شاء الله هيرجعوا
فرحانين ومبسوطين باذن الله. وال 80 مليون اللي موجودين برضه هيفرحوا باذن الله. ال 60 اللي موجودين في برج العرب وال 80 اللي موجودين دول هيرجعوا وال 90 كمان ده كل مصر. لا كل مصر عايز اقول لك كل مصر رايحين معانا تونس طامر عسكري والناس دي اللي هي زملكاويه زملكاويه يعني والله العظيم قاطعين تذاكر ورايحين يشجعوا النادي. وهي دي الروح اللي انا قلتها والمبادره اللي قلتها. عايز جماهير نادي الزمالك تبقى موجوده في المدرجات بعلمك بتيشيرتك باليافطه بتاعتك موجود وسط جماهير النادي الاهلي لان الاهلي بيلعب باسم مصر في الوقت الحالي. 48 ساعه او اقل من كده كل المعنويات تبقى في السماء، تركيزك كله منصب على ال 90 دقيقه الاولى. ولو ربنا سبحانه وتعالى ما كرمناش بجولين يكرمنا بجول كويس جدا، ولو ربنا سبحانه وتعالى ما كرمناش بجول مفيش مشكله خالص. خلي بالكوا بس يعني دايما دايما الحسابات تبقى مهمه جدا جدا والعقلانيه والمنطقيه والواقعيه لازم نفكر بيها، وخصوصا وانت بتقابل فرقه بمكانه وقوه نادي الترجي. ما ينفعش ان انا ابقى متعادل لحد الدقيقه 80، انا بقول افتراضا لحد الدقيقه 80 او 85 والاقي الناس كلها طايره والناس كلها موجوده في ال 18 فزيد من صعوبه اللقاء عندي في العوده. ما ينفعش. ولو كسبان 1-0 مفيش مشكله خير وبركه، لو كسبان 2 كويس جدا، لو ما قدرتش اسجل 2 او ما اسجلش او اسجل هدف ما يدخلش مرمايه هدف، ده مهم قوي. الحسابات النهائيه دي مهمه مهمه جدا 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 جدا. ما ينفعش العب ضدي او العب ضد مصلحتي، لازم التفكير يكون كويس جدا والوقفه تبقى في منتهى التركيز. وخط الدفاع يعني مسؤوليته الاولى والاهم في اللقاء ان ما يدخلش مرمانا هدف، ده مهم. لو ما كسبناش هنا نكسب هناك ان شاء الله الرحمن، لكن اهم حاجه لو ربنا سبحانه وتعالى ما كرمناش بهدف او اثنين ما يدخلش فينا اهداف، ويبقى مباراه يوم 9 نوفمبر باذن الله تبقى نهائي ختام ان شاء الله الرحمن. كل التوفيق للاهلاويه، كل التوفيق لكل لعيبه النادي الاهلي. وجهه نظري الشخصيه ورايي الشخصي انتوا كلكم نجوم بنثق فيكم جدا. ال 90 مليون او ال 100 مليون اللي موجودين على ارض مصر بيثقوا فيكم جدا 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 باذن الله في تحقيق نتيجه ايجابيه تساعدنا في لقاء العوده، لكن عليكم ان تثقوا في انفسكم. تصبحوا على خير، ويوم الجمعه ان شاء الله الرحمن الساعه 3 موعدنا وتغطيه كامله لمباراه النهائي الاهلي والترجي.